صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عمر الجوهري. ان شاء الله هنشرح النهاردة يا جماعة درس اسمه بولي هيدرامينوس. احنا خدنا قبل كده وقلنا ان من الامنيوتيك فلويد ديسوردرز اللي هتقابلنا كان اول حاجة البروم اللي هو بريماتيور رابشر اوف ميمبرينز، وقلنا بعد كده قابلنا الكوريو امينايتس، وهيقابلنا برضو دلوقتي البولي هيدرامينوس والاوليجو هيدرامينوس. البولي هيدرامينوس يا جماعة من اسمه بولي يعني كتير، تمام؟ فالبولي دي يعني زيادة في الامنيوتيك فلويد. وبعد كده هنقابل الاوليجو. اوليجو يعني قليل، فطبعا ده معناه ان الامنيوتيك فلويد بقى قليل. طيب موضوعنا دلوقتي بس البولي هيدرامينوس. هناخد الاول كده يا جماعه انترودكشن سريعه بس عن الموضوع، علشان يعني هيخدم علينا بقيه الدرس، وتبقى برضه هيجاوب على شويه اسئله ممكن تسالها لنفسك. طيب يعني انت ممكن تسال نفسك وتقول الامنيوتيك فلويد ده عباره عن ايه. الامنيوتيك فلويد ده الكومبوزيشن بتاعه مينلي ووتر، 99% منه ميه، وفي حاجات تانية اذرز يعني شويه بروتين، ديسكوميتد سكين من البيبي، لانج وهير، شويه حاجات كده وقعت، ومينرالز برضو، لان هو اوريدي بيتكون من كل السكريشنز بتاعت البيبي. يعني هو يورينيشن ماشي، سلايفا ماشي، برونكيال سكريشن ماشي، تمام. السورس بتاعه بقى يا جماعه هتلاقيني كاتب لك اول حاجه كده، احنا هناخدها بالترتيب كده يا جماعه. يعني ايه؟ يعني هناخدها هنا الاول من عند البرين، وبعدها هنا كده الاسوفيجس، وبعدها كده اللانج، بعدها كده يورين، وهكذا يعني. فهتلاقيني في الاول كاتب لك سي اس اف. هو سي اس اف عادي وطبيعي يوصل للامنيوتيك فلويد؟ لا، طبيعي لا ما يوصلش للامنيوتيك فلويد، لانه مقفول عليه بالبرين والسكال والكلام ده. طيب لو العيان بقى الطفل ده كان عنده كونجنيتال انوميلي اللي هي انينكيفالي زي الصوره دي، ممكن السي اس اف يتسرب ويطلع لبره. منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي جدا. فساعتها ممكن يبقى الامنيوتيك فلويد متكون من يعني جزء منه من السي اس اف ويعمل بولي هيدرامينوس، تمام. بعد كده بقى بقيت احنا قلنا كل السكريشن، فممكن سليبري سكريشنز الاسوفيجس او كده، عنده اي حاجه تزود لك السكريشنز، تمام. واللانج سكريشنز سبيوتم والكلام ده من البرونكيال عادي تشارك برضو في تكوين الامنيوتيك فلويد. اليورينيشن طبعا بيكون الامنيوتيك فلويد، الطفل بيعمل يورينيشن، ماشي يا جماعه. فاحنا قلنا اول حاجه سي اس اف، وبعدين هنا كده الاسوفيجس، وبعدها اللانج سكريشنز، وبعدها الايه الفيتال يورين. احفظوها بالترتيب كده عشان تحاولوا بعد كده تفتكر الصوره وتتكلم، علشان هتبقى صعب عليك كمان شويه لما نيجي نقول الثيرز بتاعت الايتيولوجي والكلام ده، هتبقى تلاقي الكلام كتير قوي. فانت لو ماشي سيستماتيك كده ويعني حاطط زي ما تقول كده سكيما او صوره انت بتمشي وراها، هتعرف تجيب الحاجات ان شاء الله وما تنساش حاجه. بعد كده يا جماعه الامبليكال كورد. الامبليكال كورد يا جماعه بيعمل ديفيوجن برضو، يعني ديفيوجن يعني او اكسيديشن، فبيكون برضو جزء من الامنيوتيك فلويد بعد بعد. طب في الصوره بقى بعد الامبريكال كورد في مين؟ في البلاسينتا. البلاسينتا برضو بتعمل ديفيوجن واكسيديشن، فتكون برضو جزء من الامنيوتيك فلويد. وفي بس كده لا، ده حتى الامنيوتيك ميمبرينز اهي اللي بعد البلاسينتا، الامنيوتيك ميمبرينز برضو بتعمل شويه ديفيوجن وبتكون جزء من الامنيوتيك فلويد. طب يا جماعه جميل، عرفنا هو متكون من ايه وطلع منين. طيب هو الطبيعي بتاعه يبقى قد ايه؟ وغير كده يعني غير ان انا عرفت الطبيعي بتاعه قد ايه، هعرف اوصل له واعرف اقيمه ازاي؟ ده شيء جميل قوي. في تلات ارقام ممكن تحفظهم معلش عشان خاطر الاماونت بتاعه، واحنا هنشرح دلوقتي هاو تو اسس. الامنيوتيك فلويد نورمالي اكتر من نص لتر واقل من 2 لتر، تمام. فلو كان اقل من نص لتر يا جماعه ده هيبقى اوليجو، لو كان اكتر من 2 لتر كده انت دخلت في بولي هيدرامينوس، جميل. وفي حاجه بقى اسمها امنيوتيك فلويد اندكس، تعال نشرح. بصوا يا جماعه ده الالترا ساوند، لو انت نزلت استقبال النساء او العيادات الكلام ده هتشوفه فعلا بيتعمل. ده البروب بتاع الالترا ساوند، البروب اللي هو الحاجه اللي احنا بنمسكها ونقعد ايه نلعب كده على بطن البيشنت. المهم بتقسم البطن بتاعتها لفور كوادرنتس، اربع ارباع، وبعدين بتقوم باصص في كل ربع، تمام، علشان نشوف حاجه اسمها البوكتس. البوكت ده زي ما في الصوره دي مثلا، اهي البوكت هنا في الصوره دي كبير وواضح، بتلاقي كده بوكتس ما بين الجنين كده، يعني الممبرينز دي بيبقى فيه اربع بوكتس، واحد في كل كوادرنت. بنقيس الفيرتيكال دايمتر بتاعها، بيقوم جايين على الجهاز كده، الجهاز بيبقى فيه كده زراير، بتقوم ضاغط نقطه هنا ونقطة تحت وهو بيقيس لك المسافة، جميل. فهنعمل كده في الأربع أرباع زي الصورة دي أهي، الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، جميل. وبعدين هنجمع الـ vertical diameters في الأربع أرباع دول،
فيطلع لي حاجه اسمها امنيوتيك فلويد اندكس، ماشي؟ نورمالي بيبقى اكتر من 5 سم واقل من 20، بس برضو احفاظا للحق يعني في كتب كتير، يعني مثلا كتاب دكتور المندوب كاتب 25 بس كتاب الاسم كاتب 20. فانت انا لو منك التزم بكتاب الاسم، لان دلوقتي الترند في الاسم ان هو كتاب الاسم هو اللي بيجي منه الامتحان، والارقام بتاعته انت مطالب بيها هي، تمام؟ فهو نورمال يا جماعه بيبقى اكتر من 5 واقل من 20. طب لو كان اقل من 5 ده كده يبقى اوليجو، لو اكتر من 20 هيبقى بولي هيدرامينوس. وعرفنا بيتحسب ازاي؟ بالالترا ساوند. بعد كده يا جماعه برضو الناس بقى وهي شغاله بتوع الالترا ساوند لقوا حاجه جميله قوي. لو انت جيت على بوكت واحد، تمام، قبلك بوكت ولقيته اكبر من 8 سنتي، ده معناه ان انت بولي هيدرامينوس، وابصم على كده من غير ما تبص حتى على باقي البوكت. هو كده كده انت بتبص على باقي البوكتس وهتقيس، بس يعني انت اول ما تلاقي بوكت اكتر من 8 سنتي ده معناها ان ريلاتيفلي كده انت هتخش على بقيه البوكتس وتلاقيهم كبار، حتى لو مش 8 سنتي زيه، بس هتلاقيهم مثلا لو الثلاثه بوكت التانيين كل واحد يا جدع نصهم، نص ال 8 4، 4 في 3 ب 12 زائد 8 بقت 20، تمام؟ فيعني الناس بقى قالت لك لو انت لقيت بوكت اكتر من 8 سنتي ده معناها انت في حاله بولي هيدرامينوس، ولو لقيته اقل من 2 سنتي، لو لقيت بوكت اقل من 2 سنتي ده معناها ان انت في اوليجو، وبقيه البوكتس غالبا هتطلع برده 1 سنتي 2 3 سنتي، حاجات كلها في الاخر يعني ايه، هتطلع حاجات خفيفه جدا 1 سنتي الباقيين مثلا كل واحد واحد، فهتلاقيها اقل من 5 سنتي. فهو يعني من الممارسه وكده الناس لقت ان لو اكتر من 8 سنتي هيبقى ده بولي هيدرامينوس، لو لقيت بوكت واحد الفيرتيكال دايمتر بتاعه اكتر من 8 سنتي هيبقى بولي هيدرامينوس، لو لقيت بوكت واحد اقل من 2 سنتي هيبقى ايه؟ هيبقى اوليجو هيدرامينوس. فالنورمال رينج بتاع الفيرتيكال دايمترز بتاع البوكتس اكتر من 2 واقل من 8. جميل؟ جميل. نقول تاني بسرعه بس حته السورس على الصوره، اول حاجه السي اس اف لو كان عنده انين كيفاليك اهو صورته اهي، بعدين السليفري سكريشنز والبرونكيال او اللنج سكريشن، وبعدين يورينيشن، وبعدين امبليكال كورد، وبعدين بلاسنت، وبعدين امنيوتيك ايه؟ ميمبرينز. الكومبوزيشن قلنا شويه ميه واي حاجه تيجي في دماغك قولها. الاماونت وهاو تو اسس، الاماونت قلنا من نص لتر ل 2 لتر ده النورمال، والنورمال امنيوتيك فلويد اندكس اللي احنا قلناه بان احنا بنجيب البروب ونقسم البطن 4 ارباع وكل ربع نقيس البوكت اللي فيه، تمام؟ زي ما هو في الصوره كده بيبقى بوكت ده يعني المكان الاسود اللي فيه ميه، الميه بتبان في الالترا ساوند سودا اللي ما بين الجنين وما بين الممبرين، هتلاقي اربع بوكتس في الفور كوادرانتس. فانت بتقيس الفيرتيكال دايمتر بزراير كده على الجهاز، هو عادي بتقوم ضاغط هنا وضاغط هنا يقوم قايسها لك، سهله جدا هي على الجهاز سهله، ويقوم جامع الاربعه يطلع لك ايه يا جماعه؟ الامنيوتيك فلويد اندكس. نورمالي اكتر من 5 واقل من 20. جميل جميل. طيب الناس مع الممارسه لقت ان لو لقيت بوكت اكتر من 8 سنتي ده معناها ان انت بولي هيدرامينوس، لو لقيت بوكت اقل من 2 سنتي ده معناها ان انت اوليجو، لان انت لو واحد اقل من 2 سنتي غالبا الباقيين هيبقوا 1 سنتي هم كمان او كده، فهيبقى في الاخر يعني اوليجو الامنيوتيك فلويد اندكس، ولو لقيت واحد اكتر من 8 ده معناها ان ريلاتيفلي الباقيين هيبقوا كبار، وبرده هتلاقي المحصله واحد وان انت عديت ال 20 سنتي فبقيت بولي هيدرامينوس. تمام يا جماعه؟ تمام. ديفينيشن يا جماعه، الديفينيشن من الاماونت اللي احنا قلناه قبل كده، يعني وي هاف 3 ديفينيشنز، احنا قلنا 3 اماونتس ودول اللي احنا هنطلع منهم ال 3 ديفينيشنز. هتلاقي اول حاجه كاتب لك اماونت اوف لايكور، اكسس اماونت اوف لايكور اكتر من 2 لتر قلناها، فيرتيكال بوكيت دايامتر اكتر من 8 سم قلناها، امنيوتيك فلويد اندكس اللي هو السام اوف مين فيرتيكال بوكيتس دايامتر، سام يعني مجموع، المين فيرتيكال بوكيتس دايامتر يعني الدايامتر الطولي لكل بوكيت، تمام؟ في الفور كوادرنتس في الاربع ارباع، لان كل كوادرنت في بوكيت، باي اوف ماتيرنال ابدومينال الترا ساوند اكتر من 20 سم قلناها. فاحنا عندنا الديفينيشن من 3 اماونتس اللي احنا قلناها قبل كده، ممكن يبقى اللايكور اكتر من 2 لتر، او فيرتيكال بوكيت دايامتر اكتر من 8 سم، او امنيوتيك فلويد اندكس ايه اكتر من 20 سم. جميل جميل. طب احنا لو عايزين نقول ديفينيشن اوف اوليجو احنا لسه هناخد الدرس ده بعدين، هيبقى ايه؟ هيبقى اللايكور اقل من نص لتر، صح؟ فيرتيكال بوكيت دايمتر اقل من 2 سم، الامنيوتيك فلويد اندكس اقل من 5 سم. بس كده يا جماعه ننقل على اللي بعده.
الايتيولوجي. بص الايتيولوجي الموست كومن كوز از ايديوباثيك. الكتاب مش كاتب ان الموست كومن كوز ايديوباثيك، بس هو في الكتب الثانيه كتاب المندوب كده هتلاقي ان الموست كومن كوز از ايديوباثيك، وحتى هو كاتب لك ديسيز اوف ثيوريز. تمام. فالثيوريز اللي احنا هنقولها دي يا جماعه هناخدها من السورس، يعني احنا قعدنا نقول السورس، حتى الصوره دي لو انتوا فاكرين يعني لسه كانت في السورس، كانت في اول سلايد خالص. فاحنا هنجيب الثيوريز من السورس ومن الرسمه اللي احنا قلنا عليها دي. بس اول حاجه قبل ما نمشي على الرسمه في قصه صغيره كده لازم نحكيها الاول بصوره ثانيه، وبعدها هنمشي على الايه، على السكيم اللي احنا قلنا عليه من السورس نقوم جايبين الايه الثيوريز. بص يا سيدي، هتلاقيه كاتب لك في الكتاب يوني اوفيولر توينز. انتوا مش عارف انتوا هتبقوا انتوا بتسمعوا الريكورد ده خدتوا التوينز ولا لا، فانا هقول برضو هنت كده صغيره، ويعني لو انت ما خدتهاش تبقى فاهم برضو الكلام بيقول ايه. يوني اوفيولر توينز ده اللي هو التوينز اللي هو المتشابه اللي طالع من بويضه واحده وانقسمت لبويضتين، اللي هو التوأم المتشابه. التوأم المتشابه ده يا جماعه ثلاث انواع، سيبك منهم، انا عايزك تعرف لي نوع واحد بس، ومالكش دعوة تلات أنواع بناء على إيه ولا مش إيه، أنت هتعرف في معاده. في نوع بيبقى اسمه مونوكوريونيك داي أمنيوتيك. بصوا يا جماعة، إحنا اتفقنا إن في حاجة اسمها كوريون يعني بلاسنتا، إحنا عارفين الكلام ده، وأمنيوتيك يعني أمنيوتيك ممبرينز. تمام. فلما أقول لك إن في نوع اسمه من اليوني أوفيلر توينز من التوأم المتشابه، هو اللي هو تلات أنواع، في نوع يهمني دلوقتي اسمه مونوكوريونيك يعني بلاسنتا واحده، زي الصوره دي شايف دي كلها بلاسنتا واحده للجنينين. مونوكوريونيك داي امنيوتيك، يعني ايه داي امنيوتيك؟ يعني اتنين امنيوتيك ممبرينز، كل واحد ليه الساك بتاعته بس الاتنين مشتركين في البلاسنتا. تمام؟ تمام. وانت هتدرس التلات انواع والكلام ده هيبقى سيمبل قوي لو انت واخد التوينز او لو هتاخده بعد الريكورد ده. المهم يا جماعه، فعندي يوني اوفيلر توينز، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة اسمها توين تو توين توين تو توين ترانسفيوجن، تي تي تي. ايه اللي بيحصل سيمبلي كده؟ الطفل الصغنون ده ادى دم وراح للطفل الكبير ده، جميل؟ فالطفل ده بيصغر والطفل ده بيكبر، الطفل ده بيجيله دم زيادة، توين تو توين ترانسفيوجن يعني دم التوين راح للتوين التاني، جميل؟ كأنه بيديله دمه. فالتوين اللي كبر وخد دم، الدم هيكتر للكدني، فلما الكدني يوصل لها دم كتير تكبر يحصل لها هايبرتروفي، ولما يبقى وصل لها دم كبير وهي كبرت اليورينيشن يزيد، فالامنيوتيك فلويد يزيد، فيحصل بوني هايدرامينوس. تمام. فتلاقي كاتب لك بقى يا جماعه يونيفيولر توينز وان فيتس اوبتينز ا جريتر بارت اوف سيركيوليشن هايبر بيرفيوز، واحد منهم بيجيله دم اكتر من التاني. تمام. وانت هتاخد الموضوع ده هيبقى اسمه توين تو توين ترانسفيوجن في شابتر التوينز او في درس التوينز. فبيجي له جريتر بارت اوف سيركيوليشن، بيبقى هايبر بيرفيوزد يعني جاي له دم بزياده، فبتعمل ايه؟ اي اورجان هيجي له دم زياده يعني تغذيه زياده يعني فانكشن زياده، بيكبر عشان يستحمل الضغط الشغل اللي جاي له، فيحصل هايبرتروفي اوف كيدنيز. هتعمل ايه بقى؟ هي شغاله ايه؟ هي شغاله فلتر، فهتطلع مور فيتال يورين اللي هو بيعمل ايه؟ اللي بيعمل امنيوتيك فلويد، فهيبقى مور فيتال يورين ان ذا امنيوتيك ساك، هتعمل بولي هيدرامينوس. دي قصه. وبعد كده بقى سكيم، اللي كان مركز في السورس هيجيب كل الكلام الجاي ده بالراحه بسهوله جدا. اول حاجه قلناها ايه لما شاورنا هنا؟ قلنا هناخدها من بالترتيب من فوق لتحت كده. سي اس اف هل هو نورمال يحصل؟ لا مش نورمال. امال في ايه؟ في حالات الانكفالي اللي هي احنا قلنا صورتها اهي. تمام. السي اس اف هيتسرب من هنا. جميل جميل. فهتلاقيه بيقول لك congenital fetal anomalies، اول حاجه هتبقى لك انكفالي. انكفالي دي احنا قلنا هي ايه؟ loss of bony vault of the fetal head، زي الصوره اهي، الفولت او الحته اللي يعني السكال من فوق كده، الحته اللي فوق دي اسمها فولت، الحته دي بتبقى lost مش موجوده. فده بيعمل ايه يا جماعه؟ how to cause poly hydraminous. احنا قلنا طريقه ان هيلوس السي اس اف انتو امنيون، يعني هو هيخسره في الامنيوتك، في امنيوتك ساك وكده طبيعي، ما هي اللي كان قافل عليها السكال، السكال ما عادتش موجود، هيتسرب السي اس اف. بس في حاجتين كمان بقى هنفهمهم، زي ما السكال كانت حاميه البرين ان هو يطلع سي اس اف بتاعه لبره، كانت حاميه البرين من امنيوتيك فلويد والاريتانتس اللي بره في الامنيوتيك فلويد انها تيجي تعمل له اريتيشن. اصل البرين بتاعك ده فيه ايه؟ البرين بتاعك ده فيه سنترز، كله سنترز. تمام.
فالامنيوتيك فلويد والاريتانتس اللي موجوده حوالين البيبي اللي ما كانتش بتوصل له لما كان الطفل طبيعي، بس دلوقتي هتوصل له لان الفولت مش موجوده عشان هو عنده انينكفالي، فيحصل اريتيشن في الاكسبوزد سنترز. يعني الاريتانت الامنيوتيك فلويد هيريتيت السنترز دي. فاكرين حتى في السنترال دايابيتس انسيبيدس لو انتوا خدتوه في البطنه اللي هو كان بيبقى مشكله في السكريشن بتاع الاي دي اتش فبيعمل حمام كتير، هنا هيحصل اريتيشن للسنتر ده. لما السنتر هنا هيحصل له اريتيشن هيقل الاي دي اتش الانتي دايوريتيك هرمون، فلما يقل الاي دي اتش بيزود اليورينيشن. الاي دي اتش ده المسؤول عن تركيز كونسنتريشن اوف يورين، لما يقل ده معناها اليورين هيبقى مخفف، لما اليورين يبقى مخفف ده معناها ان الامنيوتيك فلويد هيزيد لان هو الطفل بيرمي اليورين في الامنيوتيك فلويد. تمام جميل. وبعد كده هتلاقيه كاتب لك ديفكتيف سوالوينج. البرين برضو السنترز بتاعته والنيورونز اللي نازله هي اللي بتتحكم في السوالوينج في البلع، فهو الطفل زي ما هو كان بيطلع برضو يعني كان بيطلع مثلا سليفري سكريشنز وبيشارك بيها في الامنيوتيك فلويد، هو برضو كان بيبلع شويه منهم، فهو لما ما يبلعش ده معناها ان الامنيوتيك فلويد هيزيد فيحصل بولي هيدرامينوس. تمام يا جماعه؟ تمام. فالانينكفالي بيعمل بثلاث طرق، لسوف السي اس اف لبره والاريتنت اللي هتدخل لجوه، تمام، والديفكتيف سوالوينج. بعد كده بعدها ننزل لتحت كنا بنقول السليفري سكريشنز والبلمونري، فهتلاقيه بيقول لك كونجينيتال اتريجيا اوف اسوفيجس، يعني الاسوفيجس بقى اتريتك يعني مقفول، فمش هيعرف يبلع امنيوتيك فلويد، ده معناها ان هو مش هيعرف يصرفه او ياخده من جوه يعني من بره لجوه، فده معناه انه هيزيد فهيزود الامنيوتيك فلويد فيعمل ايه؟ بولي هيدرامينوس. سهله. وبعدين يا جماعه ايه؟ كونجينيتال لانج هايبوبليزي، احنا شرحنا برضو ان زي ما هي اللانج كانت بتطلع فهي برضو بيحصل انسبيريشن برضو لجوه، شويه سي اس اف بقى شويه امنيوتيك فلويد عذرا امنيوتيك فلويد ممكن برضو يدخل اللانج. فانت دلوقتي لما يبقى عندك اللانج هايبوبليزيا يعني عندها هايبوبليزيا ده معناها الانسبيريشن اوف الامنيوتيك فلويد هيقل، منطقي ما هي صغيره، كانت لو المفروض تاخد مثلا ده رقم غير صحيح لتر، هي صغيره فهتاخد نص لتر، طب النص الزياده ده النص الفرق ده فين؟ في الامنيوتيك ساك، فده هيعمل لك بولي هيدرامينوس، فهتلاقي كاتب لك كونجنتال لانج هايبوبليزيا انهبت انسبيريشن اوف امنيوتيك فلويد ليدنج تو بولي هيدرامينوس، منطقي. بعدها يا جماعه احنا قلنا ايه؟ كنا اول حاجه قلناها سي اس اف وسليفري ولانج، وبعدها قلنا يورينيشن، خلاص احنا قلناها تبع الانكفري. في الكورد بقى يا جماعه، احنا ماشيين بترتيب السورسز وعلى الرسمه كده، يعني احنا واخدين الرسمه كده بترتيب الامبليكال كورد. هتلاقيه كاتب لك كورد كوزز. بصوا يا جماعه عايزك تبقى عارف ان الكورد داخل منه جايب امبليكال فين للليفر بتاع البيبي، وبعدها بيدخل على السيركيوليشن يلف 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 ويطلع في امبليكال ارتري عن طريق الامبليكال كورد يوصل للايه؟ للبلاسنتا. تمام. فدلوقتي لو انا لسبب ما عملنا لك اوبستراكشن في الامبليكال كورد هيحصل فينس اوبستراكشن، الامبليكال فين اللي جايب الدم من البلاسنتا للبيبي هيقفل. طب بعد ما يقفل هيعمل اديمه في اللي قبله، يعني اللي جايب الدم منه، يعني خرطوم وقفلته والحنفيه لسه شغاله، هتلاقي الضغط زاد قوي عند الحنفيه هتورم، البلاسنتا هتبقى ايديمتس. فهتلاقيني كاتب لك ايه؟ والكتاب كاتب ايه؟ obstruction of venous circulation obstruction to venous circulation of the fetus، يعني الامبليكال فين لو كان مقفول حصل له obstruction ده هيعمل لك اديمه فين؟ في البلاسنتا. اي حاجه ايديمتس بترشح، فهتلاقيه بيقول لك leading to increased transudation into amniotic sac. لما يزيد الترانسوديشن في الامنيوتيك ساك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بولي هيدرامينوس. بس كده يا جماعه، دي فكره الكورد كوز. تمام. ايه بقى الحاجات الكوزز اللي تعمل فيتال كورد فينس اوبستراكشن؟ يعني احنا فهمنا ليه لما يحصل اوبستراكشن في الكورد يحصل اديما ويحصل بعدها ترانسوديشن زياده فتعمل بولي هيدرامينوس. ايه بقى اللي يعمل اصلا كورد فينس اوبستراكشن؟ يا اما ترو نوت اوف ذا كورد، يعني نوت يعني عقده، يعني هو لف حوالين نفسه البيبي من كتر حركته لف واتعقد، فلما يتعقد يا جماعه اكيد طبعا كده هيبقى اوبستراكشن، منطقي مش محتاجه شرح. فيتال ليفر سيروزز، احنا في الرسمه دي الامبليكال فين اهو اللي هو اللون البيربل ده هتلاقيه داخل على الليفر، وبعد الليفر بيدخل على الدكتس فينوسس تو ذا سيركيوليشن. طب لو عندي ليفر سيروزز الفيتال ليفر سيروتيك
هل هو هيعرف الدم يعدي من الليفر لجوه السيركيوليشن؟ لا. فده كانك كده عامل اوبستراكشن. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي فيتال ليفر سيروزز؟ انا جمعتهم بكلمه رحل، ار اتش ال، رحل، ماشي. هما ثلاث حاجات. فيتال ريزس انكومباتيبلتي، الريزس انكومباتيبلتي ده يا جماعه بيبقى فيه بريسيبيتيشن للبليروبين وما الى ذلك واميون رياكشن، وبيعمل سيروزس في الليفر. البليروبين بيخرج عن طريق ايه؟ وبيديتوكسيفايد بالايه؟ بالليفر، فبيبوظ الليفر. تمام، سهله وبسيطه، وانت اكيد عارفينها ان الفيتال ريزس بتبوظ الليفر وتعمل له سيروز. فيتال هارت ديسيز، احنا لو درستوا بطنه هتبقوا عارفين ان في حاجه اسمها كاردياك سيروزز. لما يحصل فينس كونجيشن، لو القلب بعافيه وحصل فينس كونجيشن، فالقلب فالليفر بيبقى كونجستد، فده بيخليه ايه؟ يحصل له كاردياك سيروز، فهتلاقيه كاتب لك فيتال هارت ديسيز. ده من اسباب الفيتال ليفر سيروز. وفي حاجه كاتبها فيتال ليفر سيندروم. الفيتال ليفر سيندروم لما دورت عليها لقيت انها اكيوت ليفر سيل فيلير، او اكيوت ليفر، يعني اكيوت ليفر سيل فيلير، يعني ليه السبب unknown، ما يعني دورت ما لقيتش، بس ده معناها acute liver cell failure او acute hepatitis، acute يعني acute inflammation او liver cell failure يعني. المهم نحفظها وخلاص، fetal liver syndrome. بعد كده يا جماعه بقى احنا خدنا بالترتيب، خدنا هو الطفل وعدينا فيه، وخدنا بعد كده الامبليكال كورد، ندخل على ايه؟ على البلاسينتا، وبعدها الايه؟ الامنيوتيك ميمبرينز. هو انا كاتبها بترتيب الكتاب، بس انا هشرح بترتيب الصوره. فهتلاقيه بعد كده كاتب لك لارج بلاسينتا، لارج بلاسينتا، اي حاجه كبيره يعني. هي لو صغيره وبترشح 500 مللي، لما تبقى الضعف هترشح 1000 مللي، وال1000 ده هيروح فين؟ في الامنيوتيك ممبرينز وكده، في الامنيوتيك ساك وكده، فهتعمل لك بولي هيدرامس، منطقيه جدا. من الحاجات اللي هو مش كاتب لك في الكتاب ايه اللي ممكن يعمل لارج بلاسينتا، بس الدايبيتيك مادر ممكن يحصل لها لارج بلاسينتا. تمام، بعد كده يا جماعه كاتب لك الماتيرنال سيرفيس اوف بلاسينتا. بص، حتى لو البلاسينتا بتاعت الام يا عم مش كبيره، هل ممكن ترشح بزياده؟ امتى؟ لو كانت ايه؟ ايديميتس، اي حاجه فيها اديمه هترشح بزياده. يعني لو الطبيعي ان هي بحجمها الطبيعي وبترشح 500 مللي، لو ايديميتس هترشح 700، هترشح 800. هتلاقي كاتب لك ماتيرنال سيرفيس اوف بلاسينتا جنرال از ا بارت اوف جنرالايزد ايديما. لما يحصل جنرالايزد ايديما للام، جزء منها هيبقى فيه اديمه بارت في البلاسينتا، في الماتيرنال سيرفيس بتاع البلاسينتا، الجزء الخاص بالام هيبقى ايديمتس. فلما يبقى ايديمتس هيليد تو مور ترانسفيوديشن. طبعا هو كاتب لك جنرالايزد ايديما، احنا عارفين ان اللي بيعملها كاردياك رينال هيباتيك الرجيك، فدي دي من البطنه معروفه يعني. هتلاقي كاتب لك ماتيرنال سيرفيس اوف بلاسينتا از ا بارت اوف ماتيرنال جنرالايزد ايديما كاردياك رينال هيباتيك الرجيك leading to placental edema leading to increased transudation leading to polyhydramnios. كلام سهل لغايه دلوقتي. طيب نعيد تاني بس الكوزز الايتيولوجي بسرعه، سي بي 4 من السورسز. والاول هنقول قصه، القصه اللي هي ايه؟ الرسمه دي اللي هو اليوني اوفيلر توينز، اللي كان واحد بيدي دم لاخوه الثاني، فواحد بيبقى صغير والثاني بيبقى كبير. باي ذا واي الصغير ده بيبقى عنده اوليجوهيدرامينوس. المهم ده بيبقى في اليوني اوفيلر توينز اللي هو مونوكوريونيك داي امنيوتيك، اللي هو بلاسينتا واحده واثنين ممبرين، كل واحد ليه الساك بتاعته. في طفل بيدي دم للطفل الثاني فبيحصل له هايبر برفيوجن، فبيحصل هايبرتروفي للكيدني، فبيحصل انكريز ديورينيشن، فبيحصل بولي هيدرامينوس. تمام تمام. بعد كده ناخد بقى السكيما بتاعتنا بالترتيب من السورسز. اول حاجه لو عنده انينكيفالي، الانينكيفالي بيعمل ايه يا جماعه؟ بيبقى فيه لوست اوف البوني فولت اوف ذا فيتال هيد، فبيعمل بولي هيدرامينوس بثلاث حاجات. اول حاجه ان السي اس اف هيطلع لبره، ثاني حاجه الحاجات اللي بره هتدخل تعمل اريتيشن، تقلل الاي دي اتش، فيبقى اليورينيشن هيزيد، هيبقى ليس كونسنتريتد في حاجه فكميته اكتر، فيحصل بولي هيدرامينوس، وهيحصل ديفكتيف سوالوينج، السنترز برده والنيورونز اللي نازله وكده هيبقى فيها ديفكت، فمش هتعرف تنظم حركه البلع في الاسوفيجس، فهيبقى الاسوفيجس فانكشنالي مش كويس، فمش عارف يبلع جزء من ايه؟ من الامنيوتيك فلويد، فيحصل بولي هيدرامينوس برضه، كان البلاعه بتاعت الميه مش شغاله. تمام؟ وبرضه في بعد كده احنا قلنا لما نزلنا بعد الانكفالي قلنا في السليفري سكريشن، يعني اسوفيجيال اتريزيا، لو في اسوفيجيال اتريزيا يبقى البلاعه مش شغال، يبقى ديكريزد سوالوينج، يبقى ليدنج تو انكريزد امنيوتيك فلويد. تمام تمام.
طب اللانج هايبوبليزيا، كونجينيتال اللانج هايبوبليزيا، نفس فكره البلاعه برضو، اللي هيبقى اللانج لما يبقى هايبوبلاستيك هيبقى اصغر من اللازم، فهي كده مش هتعرف، هيقل الانسبيريتد امنيوتيك فلويد، فيحصل ايه؟ فيزيد الامنيوتيك فلويد في الساك، فيحصل بولي هيدرامينوس. تمام. بعد كده كان السورس اللي بعده في الرسمه كان يورينيشن، خلاص قلناها بقى مع الايه؟ مع الانكفال. ندخل بعد كده للايه؟ للامبليكال كورد. الامبليكال كورد قلنا ان هو ايه؟ هيحصل له لاي سبب ما اللي احنا هنقولهم كمان في السلايد الجاي على طول اهي، قلناه هيحصل له اوبستراكشن، فلما يحصل اوبستراكشن يحصل اديمه في الحته اللي وراها، خرطوم وقفلناه، الحته اللي وراها تعبي ميه، اللي هي ايه؟ الحته اللي ورا الخرطوم اللي هو الامبليكال كورد، البلاسنت، فيحصل اديمه في البلاسنت، فلما اي حته تورم تزود الترانسيوديشن بتاعها، فلما يزيد الترانسيوديشن انتو امنيوتيك ساك يزيد الامنيوتيك فلويد، فايه؟ فيحصل بوليهيدرامينوس. تمام. ايه الاسباب بقى اللي تعمل فينس اوبستراكشن امبليكال كورد، فيتال فينس اوبستراكشن، او يعني الكورد يحصل له اوبستراكشن؟ ترو نوت اوف ذا كورد، يعني عقده بجد حقيقيه في الكورد، الواد قاعد يلف حوالين نفسه لحد ما الكورد اتعقد. تمام، ده طبيعي منطقي جدا ان هو يقفل لك الامبليكال فين. طب لو حصل فيتال ليفر سيروسز، اشمعنى فيتال ليفر سيروسز؟ لان هو الامبليكال فين رايح يصب في الليفر بتاع البيبي، وبعدها يطلع للسيركيوليشن، وبعدها يطلع عن الامبليكال فين للامبليكال ارتري للام. تمام، فالفيتال ليفر سيروسز كانك عامل سده، فلو عملت سده اللي وراك يبقى ايديمتس. جميل. احنا قلنا ان هما ثلاث حاجات رحل، فيتال ريزس انكومباتيبلتي، فيتال هارت ديسيز، فيتال ليفر سيندروم. شرحنا الريزس ان هي بيبقى بلروبين بيدمر الليفر وبيعمل اميون رياكشن وما الى ذلك، الهارت ديسيز ان هو بيعمل كونجيشن في الليفر، الفيتال ليفر سيندروم ده اكيوت ليفر سيل فيلير في الفيتس. تمام. بعد كده يا جماعه قلنا في الرسمه اهي البلاسينتا، تمام، قلنا ان لو كانت البلاسينتا لارج فهتزود الترانسيوديشن، منطقي، لو حاجه صغيره بتجيب كميه صغيره، الكبير هيجيب كميه كبيره. وقلنا بعد كده حتى لو كان حجمها طيب معقول والنورمال ممكن برضو ترشح بزياده لو كانت ايه؟ ايديمتس. فنقول هتلاقيه كاتب لك ماتيرنال سيرفيس اوف بلاسينتا از ا بارت اوف ماتيرنال جنراليزد ايديما كاردياك رينال هيباتيك اليرجيك. تمام، هتليد تو بلاسينتا الايديما ليدنج تو مور ترانسيوديشن. في حاجه انا نسيت اقولها بقى، يعني احنا رجعنا اهو افتكرناها، نقولها بعد البلاسينتا كان في السكين بتاعنا في الامنيوتيك ميمبرينز كانت بتطلع، فهتلاقيه كاتب لك الامنيون. الامنيون ده اللي هو الفلويد، الامنيوتيك فلويد، لو كان الاوزموتيك بريشر فيه اعلى زي الدايبيتس بيبقى يعني جسمهم فيه الكترولايتس بزياده وكده، والاوزموتيك بريشر بيعلى وبيبقى مليان سكر وكده، فالميه بسكر بتسحب ايه؟ ميه، فهيحصل مور ديفيوجن، ويعني هي الاوزموتيك بريشر ده يعني قوه سحب، فهو لما يبقى الامنيون الامنيوتيك فلويد مليان سكر وما الى ذلك هيسحب ميه اكتر من الممبرينز ومن البلاسينتا وكده، فبالظبط هو ده اللي بيحصل بقى، يقول لك increased osmotic pressure in diabetes mellitus leading to increased amniotic fluid amount فيعمل بوليهيدرامس. والامنيوتيك ممبرينز لو لسبب مجهول بقى، هو ما قالش، لو حصل increased في الاكتيف سكريشن اوف امنيون من الامنيوتيك ميمبرين سيلز، يعني الامنيوتيك ميمبرين سيلز دي بتسكريت شويه امنيون بتساعد في السكريشن بتاعها، لو لسبب مجهول هو ما قالوش اتجننت وقامت مزوده السكريشن، فده معناه الامنيوتيك فلويد زاد، فده معناه انها هيحصل بولي هيدرامينوس. جميل كده، احنا خلصنا من الاسكيما بتاعتنا، قلنا القصه اللي في الاول التوينز، وقلنا بعد كده الاسكيما انينكيفالي، وبعد كده الاتريزيا في الاسوفيجاس، وال اللانج هايبوبليزيا، والكورد الامبليكال كورد، الاوبستراكشن، والبلاسينتا لو كانت لارج او ايديمتس، والامنيوتيك ممبرين، والامنيون. تمام يا جماعه؟ تمام. بعد كده بقى نيجي للكومبليكيشنز، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لعيان البولي هيدرامينوس؟ اي كومبليكيشن يا جماعه في النساء غالبا بنقسمها الماتيرنال وفيتال، تمام، حاجات على الام وحاجات على الجنين. وهنا بقى يعني الكتاب هو للاسف كاتبها وحش هنا يا جماعه، يعني كاتب لك الكومبليكيشنز صك كده على بعضهم، كاتب لك بالظبط 12 كومبليكيشن. تمام، فاحنا الصح ان انت تقسمهم علشان تعرف تفتكرهم في الامتحان، فاحنا مقسمينهم الماتيرنال كومبليكيشنز في فتره الحمل وهي حامل وفي الولاده،
يعني complications on pregnancy و complications on labor. تمام يا جماعة؟ تمام. و هنضطر نشرح حتة كده في الليبر بس عشان تبقوا مستوعبين اللي هيتقال ده، واحفظوها كده يا جماعة. يعني انا يعني هي مكتوبة كده الصراحة في كتاب دكتور المندوب، لان ده الصح بتاعها ان انت تبقى عارف توظف كل حاجة في ميعادها، وعشان حتى تعرف تفتكر كل حاجة. المهم complications الماتيرنال complications في البريجننسي بقى احنا نفتكرها بالثلاث فترات. اول حاجة فاكرين البليدنج في الارلي بريجننسي يعني ابورشن. طيب لو ليت شوية الانتي بارتم هيموريج اللي هو الاكسيدنتال هيموريج والبلاسينتا بريفي، ولو ليت شوية بريترم ليبر. دي تلاتة complication كده افتكرهم بالفترات. اكتر حاجة ممكن تحصل بدري تبقى ايه؟ ابورشن. بعد الابورشن انتي بارتم هيموريج اللي هو اكسيدنتال هيموريج والبلاسينتا بريفي. طب بعد كده بشويه بري تيرم ليبر. افتكر ثلاث فترات بثلاث حاجات ممكن، ثلاثه كومبليكيشن ممكن يحصل. جميل. طبعا هتقول لي ابورشن ليه يحصل؟ هقول لك ما في ضغط كبير قوي، البولي هيدرامينز ده ضاغط على العيل وضاغط على الام، فممكن يحصل ابورشن والام اليوترس ينقبض ويقوم مطلع كل اللي فيه. تمام تمام. انتي بارتم هيموريج وكده ده برده ممكن يحصل. البريترم ليبر اليوترس مش قادر يستحمل الكميه اللي فيه، كبر الحاجه بقت كبيره قوي وضخمه وما عادش قادر يستحمل، فقام عمل كونتراكشن وطلع الولد. بعد كده زي ما قلنا في ثلاث فترات، في ثلاثه بي بيحصل مال بريزنتيشن ومال بوزيشن. العيل بدل ما كان في حواليه نص لتر ميه لتر ميه، بقى فيه 2 3 لتر حواليه، بقى عايم في ميه، فيقدر بدام هو عايم في ميه يقدر يتحرك بسهوله اكتر، فتلاقيه عمال يلعب بقى عمال يتشقى، فغالبا لازم تلاقيه بمال بريزنتيشن ومال بوزيشن، لان مفيش حاجه حشاه، هو عمال يتحرك وحواليه ميه كتير، منطقي. وبريشر سيمتومز، يعني ايه بريشر سيمتومز؟ يعني الطبيعي ان مثلا الحجم بتاع البطن بتاع الام يبقى مثلا 40 انش عند الاسبوع ال 40. تمام. بالبولي هيدرامينوس ده بالميه الزياده دي اكيد بطنها هتبقى اكبر من كده، فالبطن الكبيره دي والكميه الكبيره من الميه مع الجنين مع كل ده هيعمل بريشر شديد قوي على الام. هو كده كده الحمل بيعمل اصلا بريشر سيمبتومز، بس فما بالك بقى لو في بولي هيدرامينوس، لو في ميه زياده دي هتعمل مور بريشر سيمبتومز. وبعد كده هتلاقي البي اي اتش اللي هو بريجننسي انديوسد هايبرتنشن. ماشي يا جماعه؟ اللي هو الاكلامسيا والبريكلامسيا وكده. هتحفظ 3 دي وثلاث فترات، ثلاث فترات اكتر حاجه بدري ابورشن، بعدها انتي بارتم هيمرش بنوعيه الاثنين، بعدها بري تيرم ليبر، بعد كده 3 بي مال بريزنتيشن ومال بوزيشن، بريشر سيمبتومز، بي اي اتش بريجننسي انديوست هايبرتنشن. ده كده الماتيرنال كومبليكيشنز وقت البريجننسي، وقت ما هي حامل في الواد. طيب على الليبر بقى، وقت الليبر. الليبر احنا قلنا يا جماعه ان هو 3 ستيجز. تمام. فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج. الفيرست ستيج دي اللي هي التحضير، مرحله اللي هي الاستعداد للولاده، اللي هي مرحله ان احنا مستنيين السيرفكس بتاع الفيميل انه يوسع ل 10 سنتي علشان راس الواد تعرف تطلع. السكند ستيج اللي هي اللي احنا بنطلع فيها الواد، الثيرد ستيج انا بطلع فيها البلاسينتا. تمام. بعد ما الواد يبقى طلع. فالفيرست ستيج افتكر يا اما بدري يا اما يتاخر، يا اما الموضوع يخلص بسرعه يا اما الموضوع يتاخر. ممكن يحصل بروم، احنا خدنا من اسباب البروم البولي هيدرامينوس، وقلنا طبيعي لو في بولي هيدرامينوس يعني انكريز انتر يوتراين بريشر، يعني انت لو جايب بالونه مليانه على الاخر وبالونه مليانه نص نص، مين اللي احتمال تفرقع؟ المليانه على الاخر، ممكن غالبا هي اللي هتفرقع قبل الايه؟ المليانه نص نص. فيحصل بريماتيور رابشر اوف ميمبرينز. ايه مشكله البريماتيور رابشر اوف ميمبرينز دي يا جماعه؟ لما الميمبرينز ترابشر بدري الكورد الامبليكال كورد ده ممكن يقوم طالع بره مع الميمبرينز، خلاص طلعت، فممكن تطلع كده ويسبق راس الواد وتحصل مشاكل، تحصل حاجه اسمها كورد برولابس. ده درس لوحده هتاخدوه. تمام؟ بس منطقي يعني الميمبرينز فرقعت قبل ميعادها وكده بدري قبل ما اجي اطلع الواد والكلام ده، فالكورد طلع. ده كلام منطقي. احنا قلنا في الفيرست ستيج يا تخلص بدري يا تتاخر، تتاخر يعني برولونجد ليبر. ليه بقى؟ في حاجه اسمها يوتراين انيرشيا. طبعا يا جماعه كل الكلام اللي انا بقوله ده وعمال اشرح فيه هو يبقى سيمبل جدا لو انت واخد النورمال ليبر، يعني لو انتوا واخدين النورمال ليبر زمانكم دلوقتي هتقولوا
هو عمال يعيد في الكلام كده ليه ويقول كلام ملوش لازمه ليه؟ تمام. فدلوقتي برولونجد ليبر تحصل ليه؟ دي تو يوتراين انيرشيا. الرحم يا جماعه زي اي عضله في الدنيا لو قعدت تعمل لها، فاكرين ستارلينج لو بتاع الفسيولوجي اللي يقول لك يعني لما تعمل ستريتش اكتر للمسل يزيد الكونتراكتيليتي وزن ليميتس، لو انت وصلت الليميت ده الكونتراكتيليتي تقل. فده اللي حصل بالظبط هنا في اليوترس. انت حاطط كيس ميه على اخره مليان بزياده مع الجنين مع البلاسينتا مع كل ده جوه بطن الام، فانت محمل على اليوترس. اليوترس تعب من كتر الـ 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 الحاجات اللي جواه، فبيحصل له حاجه اسمها يوتراين انيرشيا. فبدا يعني يوتراين انيرشيا دي اللي هو يعني زي خمول، انيرشيا دي يعني اللي هو عدم انقباض، تمام. فيبقى برولونجد ليبر. بدل ما مثلا هتقول لي ازاي تبقى برولونجد، هقول لك ما السيرفكس بيوسع بالتقنيه او بالخاصيه اللي اسمها كونتراكشن اند ريتراكشن، ان عضلات اليوترس بتنقبض وتريتراكت. يعني ايه يعني غير جسمك، جسمك بينقبض ويريلاكس. يعني انت لما تروح الجيم بتعمل كونتراكشن ريلاكسيشن، اليوترس لا بيعمل كونتراكشن اند ريتراكشن، يسحب يعني ينقبض الانقباضه ويسحب الماسل فايبر لفوق. لما تسحب الماسل فايبر لفوق السيرفكس يقوم يوسع. قلنا الكلام ده قبل كده على فكره في اول حصه في البروم. فلما يبقى في يوتراين انيرشيا مش قادر ينقبض، فهو مش قادر يكونتراكت اند ريتراكت، مش قادر يوسع السيرفكس، فيبقى في برولونجد ليبر. الفيرست ستيج تبقى برولونجد، تمام يا جماعه. تمام. وبرده الكلام ده لو انتوا لسه هتاخدوه في النورمال ليبر هيوضح اكتر اكتر جدا معاكم. السكند ستيج يا جماعه بيحصل اوبستراكشن. يعني احنا قلنا السكند ستيج دي مرحله تطليع العيل، العيل بيطلع دايما وغالبا براسه، تمام. طبعا هي مش هو مش بيطلع بس براسه، بس يعني مش هنفتح الدنيا، هو بيطلع غالبا براسه. طب لو العيل مش راسه مش موجوده لتحت، راسه لفوق، راسه للجنب، طب ما هو كده مال برزنتيشن، وهو اوريدي قلنا انه بيعمل مال برزنتيشن ومال ابزوربشن مال بوزيشن عشان في امنيوتك فلويد كتير، فهو عمال يعوم جوه الايه الساك، عمال يتحرك براحته، فيحصل اوبستراكشن في السكند ستيج ديو تو مال برزنتيشن اند نون انجيجمنت. انجيجمنت دي يا جماعه برضو انتوا انجيجمنت دي هتاخدوها برضو في الليبر، يعني ان راس الواد تبقى يعني اقول لكم ازاي. بصوا انتوا يعني راس الواد تعشق تحت كده عند يعني تبقى معشقه تحت عشان يطلع يعني 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 بس كده. يعني الانجيجمنت يعني انتوا هتدرسوها اكتر في النورمال ليبر عشان مش هينفع يعني اكبر عليكم الموضوع اكتر من كده. ولو انتوا درستوها هتبقوا انتوا فاهمين يعني ايه obstruction due to malpresentation، ان الطفل لو هو مش في مكانه هيحصل obstruction، والobstruction والmalpresentation ده بيعمل non engagement، يعني راسه ما بتعشقش تحت، تمام. تمام. third stage يا جماعه احنا قلنا ان third stage دي ان احنا بنطلع فيها البلاسنتا. انا ببقى خايف دايما في third stage دي من البوست بارتم هيموريج. ليه يا جماعه؟ الرحم من الرحم يتكون من ثلاث طبقات، الطبقة الانر والاوتر، واحدة منهم لونجيتيودينال وواحدة منهم سيركولر، تمام. وفي ميدل بقى اوبليك ماسل فايبرز، دي بتبقى الطبقة الميدل، دي بتبقى عاملة اوبليك كده وعاملة كروسز كده مع بعض يا جماعة، بتبقى ايه يعني يعني عاملة زي شبكة، فمعدي وبيبقى معدي جواها البلاد فيزلز. فالطبقة اللي هي الميدل اوبليك دي لما بتنقبض بتقفل على البلاد فيزلز فتمنع نزيف الايه الرحم بعد الولاده، البوست بارتم يعني بعد الولاده، فتمنع البوست بارتم هيموريج. انتوا اكيد خدتوه في الجاينا في الترم الاول ولا ترم تاني مش عارف، انتوا لو ما خدتوش اديني برضه بشرح لك. المهم فبيحصل حاجه اسمها اتونيك. اتونيك يعني لعدم الانقباض. هتقول لي طب ليه بقى؟ هقول لك مش احنا لسه قايلين ان حصل يوتراين انيرشيا من كتر الانقباض بتاع الرحم، حتى بقى لو ما كانش حصل في الاول يوتراين انيرشيا، انت خلصت ولاده والرحم استنفذ كل قوته وهو بيولد، لانه عمال يولد في حاجه كبيره جدا، حاجه اكبر من حجمه، بقاله كذا شهر ولا شهر ولا اسبوعين ولا ثلاثه شايل شيله مش شيلته، شايل حجم كبير، فالعضله جيت عليها جامد. فبعد ما ولد لقيت العضله مش عايزه تنقبض، الرحم مش عايز ينقبض، انا تعبت، فاهمني؟ يعني الرحم بيقول لك انا تعبان مش قادر انقبض، والانقباض بتاعه ده اهم سبب بيوقف البوست بارتم هيمرج، نزيف ما بعد الولاده. الاوبليك ماسل فايبرز دي لما تقوم شد على نفسها كده وتشد على البلاد فيزلز تقفلها، تمام يا جماعه. تمام.
وفي 3 اس يعني، يعني هي سكيمه الكومبليكيشن. يعني انتوا لما تاخده في النورمال ليبر ويقول لك كومبليكيشن اوف ذا ليبر، هتاخد كومبليكيشن اوف فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج، بتبقى بوست بارتم هيمرج وال 3 اس. تمام، دي سكيمه. يعني انتوا الكلام ده هيبقى سيمبل قوي لو انتوا خدتوا الليبر. احنا شرحنا البوست بارتم هيمرج وهنقول ال 3 اس. سب انفليوشن، الرحم يا جماعه بعد الولاده بيبقى حجمه كبير، بيرجع لحجمه الطبيعي ما قبل الولاده. تمام، فهو بيحتاج يقعد ينقبض عشان يرجع لحجمه الطبيعي. طب هو الرحم قلنا اتونيك وحصل له قبل كده انيرشيا وتعب من كتر الايه الانقباض وما بقاش قادر ينقبض تاني، ما هو لو ما انقبضش مش هيحصل له كونتراكشن ريتراكشن ويصغر ويرجع لحجمه الطبيعي، فيحصل ايه؟ سب انفليوشن، يعني اقل انفليوشن، ده يعني العوده الى الى السابق او العوده للحجم السابق ما قبل الولاده. فسب انفليوشن يعني اقل من من الحجم اللي فات، يعني حاجه صاب كده اقل من الانفليوشن. تمام، وفي حاجه تاني اس بيربرال سيبسس انفكشن، ما يعني انت عندك بولي هيدرامينوس واكيد بيبقى معاها مشاكل كتير وما الى ذلك. وهي كده كده احنا قلنا سكيما، يعني اي كومبليكيشن للثيرد ستيج هتقابلك وهتلاقيها هتاخدها في درس الليبر هتبقى بوست بارتم هيمرج و3 اس. فعندك سب انفيوشن بيربرال سيبسس وسبلانكينك شوك. سبلانكينك شوك تعال نشرحها. بص يا جماعه، انت بيبقى عندك جوه الرحم حجم كبير قوي، بريشر كبير قوي بسبب البولي هيدرامينوس. تمام، لما يفرقع ويخرج مره واحده، لما يحصل يعني ايه جاش اوف الامنيوتيك فلويد، يحصل سادن جاش في الامنيوتيك فلويد، يقوم رابشر الممبرين والاثنين 3 4 لتر اللي جوه دول يقوموا فجاه واحده جاش يطلع لبره. ده هيعمل ايه؟ هيعمل سادن دروب في الالترا يوتراين بريشر. هتقول لي وماله؟ هقول لك لا مش وماله. لما يحصل سادن دروب في الالترا يوتراين بريشر هيحصل سادن دروب في الايه؟ في الالترا ابدومينال بريشر. ما هو اليوترس موجود فين؟ البلفس والابدومين. تمام، فهو لما اليوترس يقل البريشر يحصل سادن دروب في الالترا يوتراين بريشر، هيحصل سادن دروب في الالترا ابدومينال بريشر. هتقول لي وايه المشكله؟ اقول لك المشكله ان البريشر ساعتها هيبقى نيجاتيف بريشر. تمام، هتقول لي وبعدين؟ هقول لك وانت بتتنفس كده، انتوا اكيد خدتوا في الفسيولوجي بتاع الريسبيريشن وكده، ان احنا بنعمل انهاليشن، بندخل الهواء جوه الرئه لما يبقى الضغط جوه الرئه نيجاتيف بريشر. تمام، اي نيجاتيف بريشر ده دي طاقه سحب بتشفط، ولحد وبنقعد نعمل انهاليشن لحد ما بيتساوى ضغط الرئه مع الضغط الجوي. تمام، ويزيد عليه بعد كده في الاكسهاليشن. المهم يا جماعه النيجاتيف بريشر بيعمل ايه؟ بيعمل ساكشن. طيب الانترا ابدومينال بريشر حصل فيه ايه؟ حصل سادن دروب في البريشر بتاعه، بقى فيه نيجاتيف بريشر، فيعمل ساكشن في السبلانكينك اريا، ساكشن اوف بلاد تو ذا سبلانكينك اريا، فيحصل درولينج بولينج اوف بلاد ان سبلانكينك اريا ليدنج تو شوك ليدنج تو فينتنج اتاك. ده السكرتير كاتب لك ان هي سيلف ليميتد، يعني الجسم بيعرف يحتويها ويتصرف فيها. تمام يا جماعه، كده فهمنا البوست بارتم هيمرج والثلاثه اس، سب انفليوشن وبيربل سيبسس وسبلانكينك شوك. سبلانكينك شوك ديو تو ايه؟ ديو تو سادن دروب اوف انترا يوتراين بريشر ليدنج تو سادن دروب ان انترا ابدومينال بريشر ليدنج تو نيجاتيف بريشر ليدنج تو بولينج اوف بلاد في السبلانكينك اريا ليدنج تو فينتنج اند فينتنج اتاك بات ات سيلف ليميتنج. تمام كده، تعالى بقى احنا زي ما خدنا الماتيرنال كومبليكيشن في فيتال كومبليكيشنز. موضوع البولي هيدرامينوس ده بيأثر على الطفل في ايه؟ انا جمعتهم كده ونظمتهم اي بي سي. اول حاجه ايه؟ اسوشيتد كونجينيتال انوميليز از ان انكيفالي. ما احنا لسه قايلين ان هو عنده انكيفالي اصلا ممكن يبقى سبب للبولي هيدرامينوس، فاحنا قمنا ملزقينها كده وقايلين ان هي ممكن تبقى كومبليكيشن، بس كتبنا اسوشيتد لان هو اللي عمل البولي هيدرامينوس الانكيفالي، مش البولي هيدرامينوس اللي عمل الانكيفالي. فده كده اسوشيشن. تمام يا جماعه، مش كومبليكيشن يعني، بس كتبناها اسوشيتد كونجينيتال انوميلي از ان انكيفالي. البي بريماتيوريتي. طب ليه عند اتس كومبليكيشن؟ هتقولها من درس البريماتيوريتي. ليه بيحصل بريماتيوريتي يا جماعه؟ ما احنا قلنا اصلا اهو قبل كده في السلايد اللي قبلها بيحصل بري تيرم ليبر، لان الرحم شايل شيله مش شيلته، شايل اكتر من اللازم، بدل ما شايل لتر لايكور بقى شايل 2 3 لتر امنيوتيك فلويد. تمام
السي يا جماعه كورد برولابس، ما احنا قلنا برضو قلنا ان هو ممكن يحصل بروم لما يفرقع في ميعاد قبل ميعاده، يحصل كورد برولابس والكورد يقوم طالع. الكورد برولابس ده بيعمل ايه؟ ده خطر طبعا جدا لانه بيعمل فيتال ديستريس واب تو ديس. انتوا هتدرسوا درس كامل اسمه كورد برولابس، هيبقى صفحتين كده ولا حاجه في الابنورمال ليبر. فانت فهمت بس ان انت لما الممبرين بيفرقع ممكن الكورد يدلدق منك ويسبق راس العيل، فالعيل يضغط عليه والكورد ده اللي بيغذي العيل وبيدخل له الدم فيحصل له ديستريس اب تو ديس. بس كده يا جماعه. نرجع تاني في عجاله كده نقول الكومبليكيشنز ونجمعها عشان لو حد تاه يفتكر. قول معايا يا جماعه، اول حاجه في الكومبليكيشنز عندي ايه؟ ماتيرنال وفيتال. الماتيرنال عندي اون بريجننسي وقت الحمل، وعندي وقت الولاده. يا ريت يا جماعه لو تعرفوا تنظموا الكومبليكيشنز اللي في الكتاب زي ما انا عاملها كده، او حتى ايه تاخدوها سكرين شوت، لان هي نفس اللي في الكتاب يا جماعه، انا ما نقصتش حاجه يعني. وقت البريجننسي ثلاث فترات، اول حاجه اول فتره اكتر حاجه بدري ممكن تحصل ابورش، بعدها انتي بارتم بنوعي اكسيدنتال هيمورج وبوست بارتم هيمورج وبلاسنتا بريفيا معلش، وبعد كده الفتره اللي بعد كده بري تيرم ليبر. طيب وثلاثه بي، ايه الثلاثه بي اللي احنا نعرفهم؟ مال بريزنتيشن اند بوزيشن، بريشر سيمتومز، بريجننسي انديوسد هايبرتنشن. اون ليبر في الفيرست ستيج اللي هي مرحله التحضير، مرحله السيرفايكال دايليتيشن، يا بدري يا يتاخر، يا الممبرين يفرقع بدري بروم ويحصل كورد برولابس، يا اما يبقى برولونجد عشان في انيرشيا يوتراين انيرشيا، الرحم بقى تعبان مش عارف ينقبض فالولاده تطول منه. تمام. سكند ستيج يا جماعه اللي هي تطليع العيل، يحصل اوبستراكشن، العيل مش راضي يطلع. ليه طيب يا عيل مش راضي تطلع؟ اصل هو مش في البوزيشن الطبيعي بتاعه، دايما بتشوف العيل طالع براسه، لا هو مثلا ترانسفيرز، الواد موجود بالعرض، هيطلع ازاي ده؟ تمام؟ obstruction due to malpresentation، والmalpresentation دي بتعمل non engagement، يعني ما بيعشقش تحت، راسه مش بيتعشق تحت. بعد كده الثيرد ستيج يا جماعه قلنا ان هي سكيما بي بي اتش و3 اس، بوست بارتم هيموريج. ليه؟ اتونيك، الرحم مش قادر ينقبض لانه انت محمل عليه بقالك كتير. والثلاثة اس اللي هم ايه؟ سب انفليوشن، مش عارف ينقبض ويريتراكت لان انت حملت عليه كتير قبل كده فمش عارف يرجع لحجمه الطبيعي. بقى سب بقى يعني وسط، مش زي ما كان حامل ومش زي قبل الولاده قبل الحمل. وفي بعد كده يا جماعه تاني اس بيربرال سيبسس انفكشن بعد يعني انت كان ممكن يحصل لك بروم وممكن يحصل لك برولونجيشن في الليبر. فطبيعي لو انت حصل لك بروم كان ممكن يحصل بيربرا انفكشن ويحصل لك بيربرا سيبسس، ولو انت الولاده بتاعتك طولت طبيعي برضو ان انت تبقى عرضه اكثر للانفكشن فيحصل لك برضو بيربرا سيبسس. وبعد كده تالت اس يا جماعه الشوك، سبلانكينج شوك، واحنا شرحناها ان الانترا يوتراين بريشر سادن دروب اوف انترا يوتراين بريشر ليدنج تو سادن دروب في الانترا ابدومينال بريشر ليدنج تو بولينج اوف بلاد ان ذا سبلانكينج اريا ليدنج تو شوك اند ات سيلف ليميتنج. بعد كده يا جماعه خدنا الفيتال كومبليكيشنز بA B C. الايه يا جماعه؟ اسوشيتد كونجنتال انوماليز اوف ذا فيتس، دي اسوشيشن يعني هي اللي عملت اصلا الانكفالي، هي اللي عملت بوليهيدرالز فلزقناها كده وقلناها في الكومبليكيشن. البي البريماتيوريتي، ليه بريماتيوريتي؟ لانه ممكن يحصل له بري تيرم ليبر. ليه؟ لان الرحم شايل ليله مش ليلته، شايل كيس كبير قوي، فممكن لاي سبب من الاسباب يقوم فرقع او كده والعيل ينزل او يحصل بروم وكده والواد ينزل، والكومبليكيشنز بتاعتها تجيبها بقى من الدرس بتاعها. والسي الكورد برولابس، ليه؟ ما احنا قلنا يا جماعه ده ممكن يحصل بروم، والبروم دي بتؤدي الى ان الكورد يقوم طالع كده ومدلوق قبل العيل فالعيل يضغط عليه فيحصل فيه تال ديستريس فيحصل اب تو ديس. هناخد بقى يا جماعه الكلينيكال بيكتشر. بص يا جماعه الكلينيكال بيكتشر كده عايزك تعرف ان هي ايه، تبص على بطنها، يعني العيانه جايه لك هتبص على بطنها هتلاقيها كبيره. طيب هي بطنها كبيره، يعني انت 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 منين قلت عليها كبيره؟ يعني انت كده تبص عليها هتلاقي بطنها كده كبيره تقول دي كبيره؟ طب ما في اكيد بارامترز عشان اقول دي كبيره ولا صغيره، مش بالحب مش بمزاجي مش بعيني، مش انا اقول عليها كبيره ويجي واحد صاحبي يقول لا دي صغيره. فين البارامترز بتاعتنا؟ البارامترز بتاعتنا بقى هتبقى حاجه اسمها الفاندل ليفل والابدومينال جيرث. بصوا يا جماعه
هتلاقي اول حاجه في الكلينيكال بيكتشر هيكتب لك اوفر سايزد ابدومن، انت هتبص على بطنها هتلاقيها كبير، هتقوم متاكد بقى، انت تقول الله دي سسبيشس. طب ما نتاكد، هتاكد بايه؟ البارامترز اللي حيلتي الفاندل ليفل هتلاقيه مور ذان بيريت اوف امينوريا. يعني مثلا عند الاسبوع 36 المفروض مثلا بيكون واصل عند الزيفويد بروسيس مثلا الفاندس، هتلاقيها لسه في الاسبوع ال 30 ووصل للزيفويد بروسيس. طب هو ده وقته؟ لا، المفروض ده المفروض بعد 6 اسابيع يوصل من المكان ده، فده معناه ان فعلا في اوفر سايز ابدومن، الفاندل ليفل از مور ذان بيريت اوف امينوريا. بعد كده يا جماعه هتلاقيه كاتب لك انكريزد ابدومينال جيرث. ابدومينال جيرث ده اللي هو مقاس الابدومن، يعني اللي هو هقيس المقاس بتاع الابدومن داير ما يدور كده عند اللور ايدج اوف امبليكس 40 40، عند الاسبوع ال 40 المفروض الاقيها 40 انش. تمام يا جماعه، اجيب المتر كده والف كده داير ما يدور حوالين بطنها تحت الامبليكس، عند الاسبوع ال 40 طبيعي تلاقيها 40 انش. طيب انا هلاقيها 40 انش وهي في الاسبوع ال 35 ال 34 ال 30، ده معناها ان في حاجه جوه عامله يعني الابدومين اوفر سايز فوق السايز الطبيعي اللي المفروض تبقى فيه في ميعادها. تمام يا جماعه، في اول ثلاث حاجات تاني نقولهم، اوفر سايز ذا ابدومين، هتبص على بطنها تلاقيها كبيره وتتاكد تلاقيها فعلا كبير، اوفر سايز ذا ابدومين، الفاندل ليفل مور ذان بيريود اوف امينوريا، انكريز ذا ابدومينال جيرس اللي هو 40 40 اللي احنا بنقيسه عند اللور ايدج اوف الامبيريكس، ونورمالي 40 عند ال 40 ويك يبقى 40 انش. تمام، طيب انا عرفت ان بطنها كبير، وبعدين هنكشف عليها بقى، هنلاقي طفل عايم في بحر ميه. طفل عايم، هو فعلا طفل عايم، يعني الطفل حواليه ميه كتيره فهو عايم في بحر ميه. الطفل العايم ده يعني عارفين انتوا درستوا حاجه اسمها بالوتمنت في البطنه، لما كنا بنعملها للكيدني وبنعملها للليفر والسبلين ونقول ده كذا وده كذا وده كذا، اللي هو يعني البالوتمنت ده اللي هو قابليه الحركه، اللي انا لو زقيته يتحرك. تمام يا جماعه، فاحنا قلنا لما نيجي نكشف هنلاقي طفل عايم في بحر ميه. طفل عايم يعني ايه؟ انكريز فيتال بالوتمنت، منطقي، هو الواد حواليه ميه كتير هتضغط عليه هيتحرك. تمام، وانكريز فلويد ثريل. فلويد ثريل ده يعني لو تفتكروا حتى الترانسميتد ثريل في التنس اسايتس في البطنه، فهتلاقي برضو هنا برضو انكريز فلويد ثريل، ما هو طفل عايم فين؟ في بحر ميه. طفل عايم يعني انكريز فيتال بالوتمنت، بحر ميه يعني انكريز فلويد ثريل. تمام يا جماعه، فاول خمسه في الكلينيكال بيكتشر افتكر كده اللي احنا كاتبينه بالعربي، تبص على بطنها تلاقيها كبير، تتاكد تلاقيها فعلا كبير، تكشف عليها تلاقي طفل عايم في بحر ميه. طفل عايم يعني ايه؟ انكريز فيتال بالوتمنت، بحر ميه انكريز فلويد ثريل. تمام يا جماعه، وبعد كده بقى ثلاث اتنينات، اتنين صعبين واتنين فوق وتحت واتنين اكيوت وكرونيك. تمام يا جماعه، اتنين صعبين، ايه اللي صعب؟ الطفل اللي عايم في بحر ميه ده هل من السهل ان انت تعرف تثبته او تلقطه او تحس فيه حاجه؟ لا طبعا، ده انا كل ما هاجي اقرب له هلاقيه بيهرب مني في الميه اللي هو فيها دي، كل ما احاول اجي امسكه كده مش هقدر، هلاقي ميه كتيره قوي. فهتلاقيه كاتب لك فيتال بارتس ار نوت ايزلي بالبابل. تمام، والفيتال هارت ساوند برضو الحاجه الصعبه الثانيه، فيتال هارت ساوند از ديفيكلت تو اسكالتيت. ليه ديفيكلت تو اسكالتيت يا جماعه؟ الميه دي اكتنج از ايزوليتور، يعني الميه دي ما هي عازل، انا حاطط السماعه بس في ميه، اكيد لو ما فيش ميه انا هسمع احسن. تمام يا جماعه، فاحنا قلنا ثلاث اتنينات، اتنين صعبين، فيتال هارت ار نوت ايزلي بالبابل، وفيتال هارت ساوند از ديفيكلت تو اسكالتيت. اتنين فوق وتحت، بصوا يا جماعه احنا مش بنتعامل مع الحاله از ا بورشن، يعني احنا مش بنتعامل مع بطن الحاله بس، احنا بنتعامل معاها كهيومن ك ك ك ك فول بودي. فزي ما انت بصيت على بطنها بص فوق وتحت هتلاقي ايه؟ بوزيتيف ابر ابدومينال بريشر سيمتومز وبوزيتيف لور ليمب بريشر سيمتومز، يعني هتلاقي مثلا عندها كرش. بوزيتيف ابر ابدومينال بريشر سيمتومز يعني هتلاقي عندها كرشه نفس، عندها ريستريكشن في الموفمنت بتاعت الشيست وكده كلام من ده، يعني بوزيتيف ابر ابدومينال بريشر سيمتومز وبوزيتيف لور ليمب بريشر سيمتومز. دلوقتي يا جماعه لما يبقى احنا ضاغطين جامد قوي على منطقه الابدومين والبلفس والبولي هيدرامينوس ضاغط بشكل كبير قوي على الدريننج فينز اللي طالعه من اللور ليمب،
ايه اللي يحصل؟ احنا قلنا اي فينس اوبستراكشن هيعمل ايه وراه؟ هيعمل وراه ايديما، فهتلاقي ايديما وفي اللور لين والفاريكوز فين. الفاريكوز فين يا جماعه انتوا لو درستوها في الجراحه، لما الفينس بريشر بيزيد في الفينس بتبقى دايليتد تورشوس، بس كده. فهو ده اللي حصل، اللي حصل ان البولي هيدرامينوس قافل وضاغط جامد جدا على الفينز اللي موجوده اللي بتسحب من اللور لين، فعملت ايديما، والفينس بريشر في الفينز بتاعت اللور لين بزاد فعمل فاريكوز فينس. تمام يا جماعه؟ تمام. فقلنا اتنين صعب، بوزيتيف ابر، بوزيتيف ابر، بوزيتيف ابر وبوزيتيف لور، تمام، بريشر سيمتومز. وبعد كده في اتنين اكيوت وكرونيك. بصوا يا جماعه، هو في نوعين للبولي هيدرامينوس، في اكيوت بولي هيدرامينوس وكرونيك بولي هيدرامينوس. افتكر علشان تفتكر الجدول ده وتعرف تقول اللي فيه. انت مشكلتك مع الجدول ده مش هتبقى الكلمه اللي جواه، هتبقى ان انت تعرف الاليمنتس اللي انت بتقارن ما بينها. تمام يا جماعه؟ يعني انت هتبقى فاهم كل حاجه بس ممكن تنسى وجه مقارنه، فاحنا برضو هنظبط الدنيا دي. افتكر دايما ان رحمه ربنا هي الاشهر. يعني ايه؟ يعني من رحمه ربنا لينا ان الحاجه المشهوره هي السهله، يعني الحاجه المركمه هي الايزي اللي ممكن يبقى الكومبليكيشنز بتاعتها قليله وكده. فهتلاقينا كاتبين لك بعد كده برضو اوجه المقارنه اي بي سي برزنتيشن. تعالى بس نبتدي الجدول كده وانت هتفهم بقى يعني ايه رحمه ربنا هي الاشهر والاشهر هو الاسهل واي بي سي برزنتيشن. انت لو عندك حاجه اكيوت وحاجه كرونيك بالسنس كده وبالعقل، ايه اللي يبقى اسهل؟ اكيد الكرونيك، لان الاكيوت يعني لا يعني يعني مفيش حاجه اكيوت عمرها هتبقى سهله. يعني اكيد الكرونيك دايما هو اللي بيبقى ايه الانسان عارف يتعايش معاه، فهو اللي سهل، فعشان كده وصل لدرجه الكرونيك. تمام؟ تمام. فمين الاشهر؟ الاشهر هو الاسهل بسبب رحمه ربنا لينا. يبقى كرونيك يبقى كومنر، الاكيوت رير. بعد كده بقى يا جماعه قول السكيما بتاعتنا اي بي سي برزنتيشن. الاي اكيوميليشن، منطقي طبعا يا جماعه ان لو حاجه كرونيك بتبقى جراديوال اونست وسلولي بروجريسيف كورس. تمام؟ تمام. فهتلاقيه كاتب لك جراديوال اند سلو اكيوميليشن اوف امنيوتيك فلويد، منطقي جدا. والاكيوت طبعا رابيد اكيوميليشن اوف امنيوتيك فلويد. تمام يا جماعه؟ فالاي فور اكيوميليشن. البي وقتها في البريجننسي، لو حاجه يا جماعه كرونيك وعماله تتجمع بالراحه جراديوال وسلو، هتحصل بدري ولا متاخر في الحمل؟ هتبقى ليت ان بريجننسي، منطقي على ما تتجمع يوجوالي ليت ان بريجننسي. بس لو حاجه رابت هتحصل امتى؟ ايرلي ان بريجننسي، منطقي. البي دي في لكلمه بريجننسي. السي الكوز، الكرونيك بتحصل لاي كوز، بس الاكيوت بتحصل في الكونجينيتال انوميليز، يعني غالبا بتبقى بسبب كونجينيتال انوميليز. احنا قلنا ان هي الاكيوت دي الرير ودي الصعبه، فحاجه ايه الكوز الصعب؟ كونجينيتال انوميلي. خلاص كده؟ تمام. برزنتيشن، برزنتيشن يعني البيشنت غالبا هيجيلك بايه؟ ايه اللي هيجيبه المستشفى؟ البيشنت ايه اللي هيفضحه؟ ايه اللي هيخليه يجيلك ويقول لك يا دكتور؟ ايه اللي هيخليك تكشف الموضوع؟ في الكرونيك هيبقى في كرونيك ابدومينال بين، ماشي، والاكيوت هيبقى سيفير ابدومينال بين. بس الصراحه عشان تبقى برضه عشان نبقى صريحين مع بعض، اللي بيجيب الحاله الكرونيك مش البين، بيجيبوا اللي هو يا جماعه اسمها ايه دي، الاوفر سايزد ابدومين، مش البين. يعني هو البين بيبقى تورابل وكرونيك. تمام؟ بعد بس الاكيوت هيجي لك بالسيفير ابدومينال بين، واحنا حتى هيبقى الديفرنشال دايجنوزيس بتاعه الديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت ابدومين وكده يعني. فاوجه المقارنه يا جماعه نقولها بسرعه، الاشهر هو الاسهل من رحمه ربنا لينا، فالاكيوت يبقى رير والكرونيك يبقى كومن. اي حاجه كرونيك بتبقى ايه؟ جراديوال وسلو اكيوميليشن، حرف الايه. البي البريجننسي، حاجه جراديوال وسلو تبقى ايه؟ تبقى ليت. الرابيد عكس الاكيوت عكسها، رابيد اكيوميليشن وايرلي ان بريجننسي. تمام؟ السي الكوز، الكرونيك اني كوز، الاكيوت يوجوالي ديو تو حاجه رخمه كونجنيتال انوميلي. تمام؟ تمام. البرزنتيشن الاكيوت هيجيب اكيوت ابدومينال سيفير اكيوت ابدومينال بين، الكرونيك بيبقى كرونيك ابدومينال بين. كلام سهل ومنطقي. نرجع تاني بس نقول الكلينيكال بيكتشر بسرعه كده. هتبص على بطن العيانه تلاقيها ايه؟ اوفر سايز ده ابدومين، تتاكد باثنين بارامترز اللي هما الفاندل ليفل مور ذان بيريود اوف امينوريا، وحاجه ثانيه الابدومينال جيرث هتلاقيه زايد اكتر. هو النورمال بيبقى ميجرد فين؟
في اللور ايدج اوف امبيليكس، والنورمال بتاعه ايه 40 انش عند 40 ويك. تمام يا جماعه. بعد كده عندنا الفيتال بلوتمنت، هتيجي تكشف عليه هتلاقي طفل عايم في بحر ميه. طفل عايم يعني انكريز فيتال بلوتمنت، بحر ميه انكريز فلويد تريل. وبعد كده ثلاث اتنينات، اتنين صعبين، فيتال هارتس ار نوت ايزلي بالبابل، والفيتال هارت ساوند از ديفيكالت تو اسكالتيت، صعب ان انت تحسه وصعب ان انت تسمعه. اتنين صعبين، اتنين فوق وتحت، احنا مش بنعامل العيان از ابارت، مش بنعالج القطعه دي، احنا بنبص له از هيومن، بنبص على كل حاجه، بنبص نلاقي بوزيتيف ابر وبوزيتيف لور بريشر مانيفستيشنز. تمام تمام. اتنين اكيوت وكرونيك، قلنا الاكيوت وقلنا الكرونيك، قلنا مين الاشهر الاسهل اللي هو الكرونيك، وقلنا اي بي سي بريزنتيشن، الاكيوميليشن في الكرونيك جراديوال وسلو، اي حاجه كرونيك بتبقى كده عكس الاكيوت رابيد. طيب البي وقته في البريجننسي يوجوالي ليت الكرونيك، لان هي محتاجه وقت على ما تجمع لانها جراديوال وسلو عكس الاكيوت بيحصل ايرلي لانه رابيد. تمام يا جماعه. السي الكوز، الكرونيك اي كوز بس الاكيوت حاجه رخمه يوجوالي كونجنيتال انومال. البريزنتيشن الكرونيك بيبقى كرونيك ابدومينال بين، الاكيوت اكيوت سيفير ابدومينال بين. ناخد ريست يا جماعه ونكمل في ريكورد تاني. ازيكم يا جماعه عاملين ايه الاخبار؟ هنكمل الجزء الثاني من درس البولي هيدرامينوس. احنا وصلنا لحد الانفستيجيشنز. انا مطلوب مني ايه يا جماعه في الانفستيجيشنز؟ اول حاجه مطلوب ان انت تديتكت او تدياجنوز ان في بولي هيدرامينوس. تمام. تاني حاجه تحاول تعرف لي الكوز. تالت حاجه تفرقه عن الحاجات التانية، يعني الديفرنشال دياجنوستس بتاعه تفرقه منه. تمام يا جماعه. فاول حاجه يا جماعه احنا قلنا شرحنا الالترا ساوند، هتلاقيه كاتب لك اول حاجه فور دياجنوستس، الترا ساوند از فيري امبورتنت فور دياجنوستس اند كلاسيفيكيشن اوف بولي هيدرامينوس اكوردنج تو فيرتيكال بوكيت دايامتر. شرحنا احنا قبل كده يا جماعه الامنيوتك فلويد اندكس والفيرتيكال بوكيت دايامتر لما بنجيبه بالالترا ساوند وما الى ذلك، ولما امتى يبقى اكتر من كام يبقى الوضع عامل ايه وما الى ذلك يعني. فلو الفيرتيكال بوكيت دايامتر كان من 8 ل 11 سنتي ده يبقى مايلد بولي هيدرامينوس، لو من 11 ل 15 سنتي يبقى مودريت، لو اكتر من 15 سنتي يبقى سيفير بولي هيدرامينوس. يعني لما تيجي كده عند بوكيت وتلاقي ان الفيرتيكال دايامتر بتاع بوكيت واحد من 8 ل 11 ده كده مايلد، 11 15 مودريت، اكتر من 15 سيفير. تمام. انفستيجيشن اوف ذا كوز، احنا قلنا ان احنا عايزين نكتشف المرض ونعرف سبب المرض ونفرقه بقى من الديفرنشال دايجنوزز بتاع الامراض الثانيه اللي ممكن تبقى بريزنتنج بحاجه شبهه. تمام. انفستيجيشن اوف ذا كوز، اي اثنين كوز عندك، دي دايابيتس ميليتس كونجنيتال انومالي، الدايابيتس مثلا طبعا بنقيس للمذر الشوجر بلاد شوجر بتاعها، كونجنيتال انوماليز اوقات بيكون في للكونجنيتال انوماليز ماركرز معينه وهكذا يعني. بعد كده يا جماعه ديفرنشال دايجنوزز الاكيوت تايب، احنا قلنا لو تفتكروا في الجدول كنت بقول لك الاكيوت تايب بيبقى بريزنتنج باكيوت ابدومينال بين، فهتلاقيه كاتب لك ديفرنشال دايجنوزز اوف كوزز اوف اكيوت ابدومين وذ بريجننسي. تمام. وهتلاقي في الكرونيك تايب كنت انا قلت لك لو تفتكر في اخر الجدول كان مكتوب كرونيك ابدومينال بين، انا قلت لك لا هو غالبا باوفرسايزد ابدومين، يعني البرزنتيشن بتاعته بتقول لك انا حاسه بطني كبرت قوي، فهتعملوا ديفرنشال دايجنوستس اوف كوزز اوف اوفرسايزد ابدومين، خدتوها قبل كده او هتاخدوها بعد كده، لما تاخدوها هي دي يعني الديفرنشال دايجنوستس بتاعها. ولو جه في الامتحان مثلا وطلب ديفرنشال دايجنوستس تكتب الاكيوت ابدومين الديفرنشال دايجنوستس بتاعها، تكتب الاوفر سايزد ابدومين الديفرنشال دايجنوستس بتاعها، انتوا اكيد هتاخدوها في بقيه المنهج او كده يا اما قبل كده يا اما في حاجه جايه. تمام يا جماعه. فتاني بس في عجاله كده نقول الانفستيجيشن تاني، اول حاجه اكشف المرض وسببه وبعد كده فرقه من الامراض الثانيه. هنكشف المرض هنكتشفه بايه؟ بالالترا ساوند زي ما قلنا، اتس امبورتنت فور دايجنوستس اند كلاسيفيكيشن فور بولي هيدرامينوس اكوردنج تو ايه بقى يا جماعه؟ يعني احنا كان كلاسيفاي اكوردنج تو ايه؟ الفيرتيكال بوكيت دايامتر، لو 8 ل 11 يبقى مايلد، 11 15 يبقى مودريت، اكتر من 15 يبقى سيفير. وبعد كده هنشوف انفستيجيشن اوف ذا كوز، نعرف الكوز، اي اثنين كوز عندك، دايابيتس مثلا، كونجنتال انوماليز. تمام تمام.
بعد كده differential diagnosis نفرقه ما بين بقية الأمراض، لو كان acute type هنفرقه من ال causes of acute abdomen، لو كان chronic type هنفرقه من ال causes of oversized abdomen، لأن ده ال presentation، ال main presentation بتاع ال acute type ال acute abdominal pain، ال main presentation بتاع ال chronic type إن بطنها كبرت، تقول لك أنا بطني كبرت oversized abdomen، تمام؟ وتكتب ال causes دي، وتكتب ال causes دي لو أنت تعرفهم يعني. لو طلبت الامتحان طبعا هتكتبها، يعني لو قال لك ديفينيشن دايجنوست بس از انفستيجيشن مش مشكله، هتكتب على قد كده وكفايه يعني. بعد كده بقى التريتمنت يا جماعه، بصوا على حسب هو اكيوت بولي هيدرامينوس ولا كرونيك بولي هيدرامينوس. احنا قلنا ان الاكيوت لو تفتكروا كنا بنقول الاسهل هو الاشهر وده رحمه ربنا وده كان الكرونيك، بس الاكيوت ده خطر ما فيهوش هزار، يعني لازم اول ما تشخص اكيوت بولي هيدرامينوس والحاله جايه لك باكيوت ابدومين، جايه لك اكيوت ابدومينال بين، لازم هنترمينيت، هنعمل ايميديت ترمينيشن اوف بريجننسي، تمام؟ هنعمله ازاي الترمينيشن ده؟ هنربشر الميمبرينز. فاكرين قبل كده لما كنا بنقولنا بنربشر بس بنربشرها من تحت؟ لا، احنا المره دي بقى هنربشرها من فوق. ليه؟ انت لو معاك بالونه يا جماعه مليانه ميه وخرمتها من تحت وبالونه ثانيه خرمتها من فوق، منطقي جدا تلاقي البالونه اللي اتخرمت من تحت يحصل فيها جش، الميه تخرج منها جامد. ليه؟ بوزنها وبالجرافيتي. بس لو انت خارمها من فوق هتبقى الميه يا جماعه يعني ايه، هتخرج جراديوالي بشكل قليل، تمام؟ لان الجاذبيه تحت، فاهمني؟ فهتلاقي كاتب لك رابشر اوف ميمبرين از هاي از بوسيبل، ده حاجه اسمها دروسيمس كاثيتر، دي هي صوره الدروسيمس كاثيتر، تمام؟ اي حاجه هيخرج بيها خلاص فوق يعني. To avoid the complications of sudden gush of fluid، زي ما احنا شرحنا لو خرمت بالونه من تحت وخرمتها من فوق، اللي من فوق هتبقى فيها الفلو اقل بكتير من اللي تحت، تمام؟ تمام. Chronic type في البريجننسي، يعني هنشرح في chronic type ثلاث حاجات، علاجها during pregnancy وعلاجها في وقت الليبر وعلاجها في وقت البربريوم، يعني اللي هو البربريوم ده اللي هو ال 40 يوم اللي بعد اسمه ايه ده، اللي بعد الولاده وكده يعني. بصوا يا جماعه في البريجننسي الاكسبكتنت مانجمنت يعني السبورتيف تريتمنت هو الرول، يعني هو الاساس. يعني لو قال لك وات از ذا مين تريتمنت ان اوف كرونيك بولي هيدرامينوس ديورينج بريجننسي، يبقى اكسبكتنت مانجمنت، تمام؟ تمام. لو قالك treatment termination of pregnancy، لا غلط، expectant management is the rule. والexpectant management ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت تكشف المرض، تدياجنوز وتكنترول سبب المرض، يعني ايه اللي عمل البولي هيدرامينس ده عشان نسيطر عليه. اصل اذا كشف السبب بطل العجب، يعني انت لو عرفت السبب ايه وخلصت عليه، ما انت كده هتحافظ على البولي هيدرامينس، وشويه الامنيوتيك الفلويد الزياده مع الوقت وهيتسحبوا، يعني هيديفيوز شويه للبلاسينتا والبلاسينتا تسحبهم وخلاص والموضوع يكمل، تمام؟ والكرونيك غالبا بتبقى الحاله مايلد، يعني حتى لو البولي هيدرامينس موجود شويه يعني بشكل خفيف وانت ما زودتوش خلاص هتعرف تحافظ على الحاله. فاهم حاجه عندي ان انت دياجنوز وتكنترول الكوز. ودلوقتي الحاله خطر، يعني ايه الحاله خطر؟ انت شايله في اليوترس بتاعك بولي هيدرامينس وشايله كميه زياده من اللايكور والدنيا خطيره واليوترس شايل شيله اكبر من شيلته، مع كل ده يعني البلاسينتا شايله للعيل بالبولي هيدرامينس بكل ده انت شايله كتير، فلازم تريست امبيد، يعني بقى مش تقعد تخبط بقى وتطلع وتنزل، هي ناقصه ما يعني انت شايل الشيله دي بالعافيه، فمور ريست امبيد. وبنقلل الفلويد انتيك، يعني عشان يعني بيقول لك ان هي لو في ايديما عندها ولا حاجه ولا كده، يعني الفلويد انتيك لما يقل يعني عارف اللي هو ايه، هيقل برده الاكسوديشن والكلام ده والترانسوديشن وكده يعني، فهيقل الفورميشن بتاع الامنيوتيك فلويد، تمام؟ تمام. فكده احنا لما نقول اكسبكتنت مانجمنت اهم حاجه تدياجنوز وتكنترول الكوز، وبعدين ترتاح. ليه؟ لان هي شايله شيله تقيله، وبعدين وهي مرتاحه تقلل الفلويد شويه، تمام يا جماعه؟ تمام. طب ده الرول. طب لو الاكسبكتنت فشل تعمل ايه؟ هنترمينيشن اوف بريجننسي، هتلاقيه بقى كاتب لك ترمينيشن اوف بريجننسي از انديكيتد ان، اول حاجه فيلير اوف ميديكال اكسبكتنت تريتمنت. طب ما هو لو حاجه فشلت خلاص ما انت لازم تخلص، يعني ست انت فشلت بالعلاج وبالراحه وبتقليل الفلويد انتيك،
ان انت تحافظ لها على الدنيا ولسه عماله تتوجع واه مش قادره مش قادره. طب ما خلاص بقى ترمينيت، ما انت في انت فيلد خلاص. ففيلير اوف ميديكال اكسبكتد تريتمنت ده انديكيشن للترمينيشن. بعد كده يا جماعه برضه في سيفير بريشر سيمتومز، لو هي من الاول جالك كرونيك بس يا بطني مش قادره يا دكتور، خلاص خلص ترمينيت. هتعمل ايه؟ الست مش قادره، الست بتموت، تموت بقى من نيروجينيك شوك ولا تموت من اي نيله تانية عشان انت مش عايز ترمينيت، لا هترمينيت. فيا اما فيلير اوف ميديكال اكسبكتنت تريتمنت يا اما سيفير سيمتومز فروم ذا بيجينينج، فده ما يسمحلكش بالاكسبكتنت تريتمنت. تمام تمام، بس مش ده الكومن، الكومن ان هي الكورونيك بتبقى حاله مستقره مايلد. تمام، عشان كده الرول اكسبكتنت مانجمنت. واخيرا لو كان الطفل اصلا انت يعني بالالترا ساوند بالماركرز بكده اكتشفت انه عنده كونجينيتال انوملي انكومباتبل ويز لايف، يعني هو عنده انوملي كده كده هيموت، طب انت سايبه جوه بطن امه ليه؟ يعني سايب امه تتعذب ليه؟ فاهمني؟ فلازم يعني العقل يقول لك ترمينيت، ما هو كده كده الطفل هيموت والام خلاص يعني انت بتعذبها. فدلوقتي يا جماعه ترمينيشن اوف بريجننسي انديكيتد ان ثلاث حاجات، يا اما فشل الميديكال تريتمنت، يا اما سيفير فروم ذا بيجينينج، يا اما بريزنس اوف كونجينيتال انوماليز انكومباتبل ويز لايف، يعني كده كده الطفل هيموت. سيفير بريشر سيمتومز يعني مثلا هي مش قادره تاخد نفسها، نفسها هيتقطع يا جماعه، فلازم تخلص. تمام، بعد كده برضو يا جماعه ديورنج ليبر التصرف ايه بقى للحاله الكرونيك دي وانت بتولدها؟ احنا الطبيعي بص انت بيبقى عندك حاجه اسمها الهايند ووتر والفور ووتر، الباج اوف فور ووتر احنا قلناها كده، قلنا عليها نبذه في الايه في البروم لو تفتكروا انتوا، لو خدتوا ليبر هيبقى كل الكلام ده مفهوم. بص المي الكيس الميه من تحت او الامنيوتيك ساك من تحت دي اسمها فور ووتر، من فوق اسمها هايند ووتر. تمام تمام، فاحنا مش هنربشر من تحت، احنا قبل كده حتى لو تفتكروا كنت قلت لك لو ما ربشرش سبونتينيوس كنا احنا بندخل نربشره بصبعنا علشان يسرع من وتيره الولاده وي وي وي. تمام، كل ده انتوا هتدرسوه او درستوه على حسب ما انت بتسمع الريكورد. هنا بقى احنا مش هنربشره من تحت، هنربشره من فوق. ليه؟ نفس الفكره اللي قلناها قبل كده عشان نافويد الجاش بتاع الفلويد، زي ما كنا بنقول البالونه لو خرمتها من تحت هتعمل جاش، لو خرمتها من فوق الفلو هيبقى قليل عشان الجرافيتي. فتلاقيه بيقول لك during labor rupture of hind gut of hind water by Drothen's catheter to induce labor. هو هتقول يعني انتوا اكيد لو درست ليبر هتبقوا فاهمين ان الرابشر بتاع الممبرينز ده بيسرع وتيره الولاده لاسباب انتوا هتدرسوها بعدين. تمام تمام، فهيتلاقي كاتب لك نوت بوك كده advantages of Drothen's catheter. يعني احنا قلنا ان هم اتنين واتنين، احفظهم كده، اتنين فوق واتنين تحت. تمام، انت فتحت فوق وما فتحتش تحت، فاتنين فوق واتنين تحت. avoid the complications of sudden gush of water which lead to sudden gush، ده ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يعمل لك accidental hemorrhage ابربش بلاسنتي وكده، ممكن يعمل لك بي كورد برولابس، لان انت فجاه جاش هيقوم عارف زي حنفيه ميه فجاه فرقعت كده او ميه فجاه خرجت لبره فممكن تزق الكورد تعمل لك كورد برولابس. سبلانكينج شوك شرحناه لما قلنا سادن دي كسي سادن دروب اف انترا ترايم بريشر سادن ليدنج تو سادن دروب اوف انترا ابدومينال بريشر ليدنج تو بولينج اوف بلاد ان ذا سبلانكينج اريا. تمام يا جماعه تمام، فدي اتنين فوق، لما احنا فتحنا فوق احنا كده تجنبنا سادن جاش. وليس انسيدنس اوف انفكشن، الانفكشن يا جماعه بيبقى اسندنج طالع من تحت، طالع من الفاجينا للسيربكس، فلو انت فاتح تحت ممكن ان الانفكشن يوصل اسرع من انه يوصل لفوق لانه لسه محتاج يطلع بقى في اليوترس عشان يلاقي الفتحه ويدخل، فهي بتبقى ليس انسيدنس اوف انفكشن. ده عشان انت فتحت فوق كسبت حاجتين، تافويد الكومبليكيشن اوف سادن جاش اوف ووتر واللي بتعمل اي بي سي او اس بقى يعني سبلانكينج شوك ماشيها سي. تمام، تعمل تافويد الاكسيدنتال هيموريج والبرولابس والسبلانكينج شوك، وبرضه عشان انت فتحت فوق ليس انسيدنس اوف انفكشن، لان انت لو الانفكشن طالع من تحت طلع الفاجينا طلع السيرفكس الفتحه تحت، لا الفتحه في الكيس من فوق فلسه محتاج يقعد يطلع على ما يوصل، فده بيبقى ليس انسيدنس اوف انفكشن. واتنين تحت، لما انت ما فتحتش تحت عملت ايه؟ عملت بريزيرف ذا باج اوف فور ووتر،
هي بتساعد في السيرفايكال دايليتيشن. بصوا يا جماعه، الباك دي بتبقى قاعده ضاغطه على الايه، على الرم بتاع السيرفكس، يعني على جناب السيرفكس. انت لو قعدت تضغط على حاجه بتوسع، منطقي يعني. يعني اي حاجه هتضغط عليها كده من الجناب كده وتزقها هتوسع معاك. فانت بريزيرفد الباج اوف فور ووتر، لان احنا فتحنا في الهايند ووتر، فدي واحده من الاثنين اللي تحت. عملت بريزيرف للباج اوف ووتر، فدي ساعدت في السيرفايكال دايليتيشن. الكلام ده برضه هتدرسوه في النورمال ليب. وبعد كده هتلاقي بريزرفيشن اوف الباج اوف فور ووتر ليدنج تو بريشر اون ذا سيرفكس. هو دي الطريقه بقى اللي بتعمل اصلا سيرفايكال دايليتيشن، ان هي بتعمل يعني الباج اوف فور ووتر هتبرس على السيرفكس، هتعمل فورجسون ريفلكس. انت كل اللي ليك ان انت تعرف ان الريفلكس ده اوله ستيمولس واخره ريسبونس، وفي طريق في الوسط، مالكش دعوه بالطريق، هتدرسه في الليبر او درسته، معرفش بقى انت هتصنعه بانهي ترتيبه. الاستيمولس هنا ايه؟ البريشر على السيرفكس بالباج اوف ووتر. الريسبونس هيبقى ايه؟ انيشيشن اوف يوتراين كونتراكشن. الامبلس هتقوم جايه لليوترس تقول له انقبض، ينقبض ويريتراكت، لما يتراكت السيرفكس هيوسع تاني. تمام يا جماعه؟ تمام. يبقى فايده الدروسيمس كاتيتر ايه؟ الادفانتج بتاعتها ايه؟ اتنين فوق واتنين تحت. لما فتحت فوق افويدد الكومبليكيشنز بتاعت السادن جاش اللي بتعمل اي بي سي، اكسيدنتال هيموريج، بي برولابس، سي سبلانكريك شوك. تمام؟ تمام. وبرده ليس انسيدنس اوف انفكشن، عشان انت فتحت فوق وما فتحتش تحت، فعلى ما الانفكشن يطلع لحد فوق وبعد كده اتنين تحت، انت بدل ما فتحتش تحت يبقى الباج اوف فور ووتر لسه بريزيرف. فبريزنس اوف الباج اوف فور ووتر هيعمل هيهلب في السيرفايكال دايليتيشن، هيبقى ضاغط عليها، وهيعمل الباج اوف فور الباج اوف فور ووتر بريسنج اون ذا سيرفيس هتعمل فورجسون ريفلكس، هي انيشيت اليوتراين كونتراكشن، ولما تحصل اليوتراين كونتراكشن ده هيساعد الولاده وهيعمل سيرفايكال دايليتيشن، لان الرحم بينقبض بكونتراكشن اند ريتراكشن. يعني الماسل فايبرز لما تكونتراكت بعد الكونتراكشن بيحصل لها ريتراكشن، يعني شورتنينج، بتقصر، فلما تقصر تقوم مسحوبه لفوق. لو ما انت تسحب الفايبرز من عند السيرفكس تطلع لفوق، ده معناه ان انت وسعت المكان، ما هي الحاجه اللي كانت موجوده ما بقتش موجوده. اتمنى ان النقطه دي تبقى وصلتكم يا جماعه. بعد كده التريتمنت ديورنج بيربوريوم، ان احنا بنافويد البوست بارتم هيموريج والانفكشن، زي اي حاجه فاتت برضو قلناها في الكومبليكيشن وكده، لان البوست بارتم الهيموريج بيحصل بسبب ان في يحصل يوتراين انيرشيا وكده، فممكن بتديها حاجات بتساعد الكونتراكشن وكده، وتعمل يوتراين مساج وما الى ذلك. الحاجات دي بتساعد ان اليوترس يرجع تاني يكونتراكت. والانفكشن تدي انتي بايوتيك، لان انت اكيد حصل لك مثلا برولونج ليبر او بروم او كده، فيعني ايه، امن نفسك بقى. تمام يا جماعه، نقول التريتمنت كده تاني بسرعه. نقول تاني، اول حاجه اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. الاكيوت ده خطر ما فيهوش هزار، هنعمل ايميديت ترمينيشن بايه؟ بدروسيمس كاستر. ليه وفين هنعمله؟ فين؟ في از هاي از بوسيبل. ليه؟ عشان افويد السادن جاش، عشان الجرافيتي. تمام تمام. كرونيك تايب هنعمل ديورنج بريجننسي ايه، وديورنج ليبر ايه، وبعد الليبر في البربوريوم هنعمل ايه؟ ديورنج بريجننسي الرول في التريتمنت هو الاكسبكتنت مانجمنت. طيب الاكسبكتنت مانجمنت ده عباره عن ايه؟ عباره انك تكشف الكوز وتكنترول، تعمل له كنترول اذا بطل اذا علم السبب بطل العجب. تمام تمام. طيب بعدين ترتاح اكتر في السرير، لانها شايله شيله مش شيلتها، فبدل ما العيل يقع ولا الدنيا تبقى محمله على البلاسينتا ولا يحصل سيبريشن او كده، شايله شيله مش شيلتها، وتقلل الفلويد انتيك. يعني ها اهي الحوار مليان ميه، فقلل الفلويد انتيك، اي كلام يعني. بعد كده لو الاكسبكتنت فشل، تيرمينيشن اوف بريجنسي، تيرمينيشن اوف بريجنسي انديكيتد ان فيلير اوف ميديكال اكسبكتنت تريت. بس كده؟ لا، لو العيان جاي لك سيفير فروم ذا بيجيننج، سيفير بريشر سيمبتومز، يا دكتور الوجع، يا دكتور مش قادر اخد نفسي، هتموت منك، هتموت من الوجع او هتموت من غير نفس، تحافظ بقى وتقول لا ده اكسبكتنت اصل دي كرونيك. لا يعني ريحها ريحها. فتعمل في السيفير بريشر سيمبتومز تيرمينيشن اوف بريجنس. وحاجه كمان، لو كان في كونجنتال انوميلي، لو انت اكتشفت اصلا ان في كونجنتال انوميلي انكومباتبل وذ لايف، يعني الواد كده كده ميت، طب ليه بقى سايبه؟ ليه سايب الليله دي تحصل؟ ريح امه. طيب بس كده يا جماعه. ديورنج ليبر بنعمل ايه؟ هنربشر الممبرين من تحت
زي العادي زي النورمال ليمر؟ لا قرب شعره من الفوق. فوق يعني ايه؟ يعني هايند، من الهايند ووتر، الهايند باج اوف فور ووتر. تمام يا جماعه؟ تمام. هنقرب شعره بايه؟ بالدروسيمس كاستر. واحنا حلتها غيرها يعني؟ قلناش غيرها النهارده. تمام. ايه ميزه الدروسيمس كاستر؟ ان انا فتحت من فوق اداني مستين، ما فتحتش من تحت اداني مستين. ما ف... يبقى انا نقول اول حاجه فتحت من فوق، ايه المستين؟ ان انا لما بفتح الخرم من فوق الجش، هافويد السادن جش اوف ووتر. ليه؟ لان الجرافيتي هي اللي بتجيب المايه لتحت، فانت لو فتحت تحت هيحصل جش، فتحت فوق هيبقى الموضوع يعني ايه؟ انت معاك بريشر كبير قوي، فانت لو عملت سادن دروب اوف بريشر هتدخلها انت في سبلانكينج شوك يا فرحتي. فانت لازم تخلي ال 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 الخروج اللايكور يبقى بشكل جراديوال. تمام. فالافويد اوف السادن جاش ده هيخليك تتجنب الاكسيدنتال هيموريج اللي يعني يحصل سيباريشن اوف بلاسينتا جامد بسبب السادن دروب اوف في الانتراتورنال بريشر، او يحصل برولابس انت جاش حصل فزق الكورد، او يحصل سبلانكينج شوك. وصراحه اي بي سي. تمام يا جماعه؟ تمام. وليس انسيدنس اوف انفكشن، فتحت فوق ما فتحتش تحت، الانفكشن على ما يوصل لفوق يقعد يتسلق. ماشي. اتنين تحت، اتنين فايدتين ان انت ما فتحتش تحت، ان انت عملت بريزرفيشن للباج اوف فور ووتر هيلب السيرفايكال دايليتيشن. تمام. واللي بعدها هي نفسها، ان باج اوف فور ووتر بريشر اون ذا سيرفكس ليدنج تو فيرجسن ريفلكس اللي هو اوله استيمولس اللي هو البريشر على السيرفكس بالباج اوف فور ووتر، واخره ريسبونس اللي هو انيشيشن اوف يوتراين كونتراكشن. فده هيساعد الولاده وهيساعد في السيرفايكال دايليتيشن زي ما شرحنا نظريه كونتراكشن اند ريتراكشن. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب ما بعد الولاده ديورنج بوربوريوم هن افويد البوست بارتم هيموريج. اشمعنى قلنا البوست بارتم هيموريج؟ لان احنا قلنا في الكومبليكيشن قبل كده ان بيحصل انيرشيا وبيحصل اتونيك بوست بارتم هيموريج. طيب يا جماعه هن افويد ده الكلام ده ازاي؟ بنعمل مساج، بندي ادويه بتساعد الكونتراكشن والكلام من ده عشان نسيطر على الايه؟ على النزيف. وتافويد الانفكشن لان احنا قلنا ممكن يبقى حصل بروم او برولينجود ليبر. كده خلصنا يا جماعه، بس هنراجع الدرس بس بسرعه وفي خمس دقائق بس كده عشان الواحد يبقى لم كل حاجه ويبقى الدرس معانا. بولي هيدرامينز قلنا في الاول انترودكشن، وقلنا الكومبوزيشن اغلبه ميه وشويه حاجات تانية، اي حاجه تيجي في دماغك قولها. بعد كده قلنا السورس، قلنا بالترتيب سي اس اف ولانجو سليفري، وبعدها يورينيشن امبليكال كورد، وبعدها بلاسينتا، وبعدها امنيوتيك ميمبرينز، وقلنا هنستخدمها في السيوريز بتاعت الايتيولوجي. اماونت وهاو تو اسيس، قلنا ان احنا بنيجي بالبروب بالالترا ساوند في الفور كوادرانتس ونشوف كل بوكيت ونقيس المسافه بتاعته. الالترا ساوند هو اللي بيقيسها، بنحط هو يعني انت بتقول له قيس من هنا لهنا ويقوم قايس. تمام. ونقوم مجمعين الصم بتاعهم، الصم يعني المجموع بتاع الفور فيرتيكال دايمترز بتاع الفور بوكيتس في الفور كوادرانتس، ده بيديك الايه؟ الامنيوتيك فلويد اندكس. وقلنا ان النورمال اماونت اكتر من نص لتر واقل من 2 لتر، والامنيوتيك فلويد اندكس اكتر من 5 واقل من 20، والرينج بتاع الفيرتيكال بوكيتس دايمتر اكتر من 2 واقل من 8. لو لقيت بوكيت لوحده اكتر من 8 ده معناه ان انت بولي هيدرامينوس، احلف انك بولي هيدرامينوس. لو لقيت البوكيت واحد من البوكيتس اقل من 2، لو اول بوكيت قبلك لقيته اقل من 2 قول خلاص انت كده حاله اولي هيدرامينوس. تمام يا جماعه؟ تمام. ديفينيشن قلنا ان من الثلاثه الاماونت ان السي بي 4 من الانترودكشن اكتر من 2 لتر، امنيوتيك فلويد اندكس اكتر من 20، الفيرتيكال بوكيت دايمتر اكتر من 8. تمام. بعد كده السيرس، ده ديزيز اوف سيرس الديوباسيك الموست كومن كوز، ده بس ده مش موجوده في كتاب الاسم. تمام. قلنا ان احنا هنجيب الكوزز قصه اللي هي اليوني اوفيولار توينز اللي هم احنا حكيناهم، وقلنا الصوره دي، وفي جنين بيدي الدم للتاني ويحصل هايبر بيرفيوجن وهايبرتروفي في الكدني وي فتكتر اليورينيشن فيكتر الامنيوتيك فلويد. تمام. وقلنا بقى بعد كده هنمشيها ايه؟ قصه الانينكفالي بترتيب السورس، وبعدها الاسوفجيال اتريزيا، وبعدها اللانج هايبوبليزيا، وبعدها الايه؟ الامبليكال كورد، وبعدها البلاسينتا، وبعدها الامنيوتيك فلويد. تمام. وقلنا ان في ثلاث اسباب بتعملها الانينكفال، احنا كنا قلنا واحد في الانترودكشن لوس اوف سي اس اف انتو امينيو، وبعد كده الاريتنت ماتيريال اللي هتدخل على السنتر تقلل الاي دي اتش فتزود اليورينيشن يخليه يبقى ديليوتد مخفف تزيد الاماونت، وبعد كده قلنا ان هو السنترز اللي موجوده والنيورونز البرين هو اللي متحكم في الفانكشن بتاع السوالوينج، فهيبقى في ديفكت في السوالوينج فيقل البلاعه الصرف بتاع الامنيوتيك فلويد هيقل.
وقلنا بقى ان في كونجنتال اتريجيا اوف اسوفيجس بيقلل السوالوينج فيزيد الامين الامنيون اللي هو الامنيون فلويد يعني. كونجنتال لانج هايبوبليزيا اللانج برضو كانت بتنسبيريت بتاخد جزء من الامنيوتك فلويد، فلما تبقى هايبوبلاستيك اصغر من اللازم مش هتعرف تاخد الجزء ده فيحصل بوري هايدرامنس. الكورد كوزز لما يحصل فينس اوبستراكشن الكورد رايح من الام للجنين في امبليكال فين رايح على الليفر بتاع الجنين ثم السيركيوليشن بتاعته ثم يطلع امبليكال ارتري تمام. لما تعمل اوبستراكشن في الكورد يبقى حصل فينس اوبستراكشن، يعني هيجمع ميه في الحته اللي قبليه، هيجمع دم في الحته اللي قبليه، هتبقى البلاسينتا هي اللي قبليه فيبقى فيها اديمه، فاي حته اديمتس بترانسيديت اكتر واكتر ماشي. وقلنا اسباب الفيتال كورد فينس اوبستراكشن، يا اما يحصل ترو نوت اتعقد عقده بجد من كتر حركه الجنين على نفسه فالكورد اتعقد على نفسه، يا اما فيتال ليفر سيروزز وقلنا ان هي رحل الفيتال ريزس والريزس قلنا ان هي البيليروبين بيدمر الليفر، يا اما فيتال هارت ديزيز كونجيشن بيدمر الليفر، يا اما فيتال ليفر سيندروم ده اكيوت ليفر سيلفيريو تمام. تمام بعد كده البلاسينت اللي هي رقم اف وجي لارج بلاسينتا زي الدايابيتك اي حاجه كبيره هتعمل ترانسوديشن اكتر منطقي. طيب ماتيرنال سيلفرز اوف بلاسينتا لو كانت البلاسينتا حجمها طبيعي بس كانت ايديميتاس از ا بارت اوف ماتيرنال جنراليزد ايديم كاردياك رينال هيباتيك الرجيك اي حاجه بقى تعمل ايه بلاسينتا الايديما ليدنج تو اكسسيف ترانسوديشن. طيب بس كده لا اخر حاجه بقى الامنيون والامنيوتيك ميمبرينز. الامنيون لو الحيان دايابيتك بيبقى فيه جلوكوز زياده في الفلويدز بتاعته ومينرالز وكده فبتزود الاوزموتيك بريشر اللي هي قوه سحب فتسحب ميه من اللي حواليها من اللي هو بقى من البلاسينتا من اي حاجه تزود الديفيوجن وتسحب الميه فبتزود الامنيوتيك فلويد تمام. تمام امنيوتيك ميمبرينز لو حصل لسبب مجهول احنا ما نعرفهوش زياده اتجننت الخلايا بقى في اكسسيف اكتيف سيكريشن اوف امنيون فروم امنيوتيك ميمبرين سيلز تمام يا جماعه. تمام بعد كده بقى الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز قلنا ان احنا على المذر ماتيرنال وعلى الفيتس. على الماتيرنال في وقت البريجننسي وفي وقت الليبر. وقت البريجننسي ثلاث فترات اكتر حاجه بدري ابورشن بعدها انتي بارتم هيمرج اللي هي بنوعيها اللي هي ابرابشي بلاسنتي وبلاسنتا بريفيا وبعد كده بعد الانتي بارتم هيمرج ممكن يحصل بريترم ليبر فترات وبعدها 3 بي مال بريزنتيشن اوبوزيشن عشان الواد عايم في بحر ميه وبريشر سيمتومز لان المكان بقى واسع وفي ميه كتير فبتضغط على فوق فما تخليهاش تعرف تاخد نفسها وكده والبي اي اتش البريجننسي انديوسد هايبرتنشن تمام. تمام اون ليبر يا جماعه الكومبليكيشنز وقت الليبر الفيرست ستيج يا اما يتاخر يا اما يتبدر. يتاخر يا يتبدر. يتبدر ازاي؟ يحصل بروم لان هو البالونه بقت منفوخه على الاخر ففرصه انها تفرقع اكتر ولما تفرقع هيحصل جش للفلويد والكورد يقوم مرزوع لبره يحصل كورد برولابس تمام يا جماعه. تمام او يتاخر برولونجد ليبر اليوترس شايل شيله مش شيلته تعب فيحصل ايه يا جماعه؟ يحصل انيرشا اقول لك انا تعبت فلما يحصل له انيرشا الليبر يقف يبقى الريستد يحصل له برولونجيشن فبرولونجد ليبر. السكند ستيج مرحله تطليع العيل يحصل فيها اوبستراكشن ليه؟ العيل مال بريزنتد العيل قاعد بالعرض جوه بطن امه هنطلعه ازاي ده بقى؟ هيطلع ازاي من السيرفكس ال 10 سم وهو قاعد بالعرض؟ تمام؟ تمام؟ فده بيحصل ديتو مال بريزنتيشن ليدنج تو نون انجيجمنت يعني ما بيعشقش راسه ما بتعشقش ما هي ما عشقتش لانه مال بريزنتد هو مش موجود في البريزنتيشن الطبيعي عشان يعشق ويولد تمام. تمام ثيرد ستيج قلنا انها سكيما بي بي اتش والثلاثة اس وكده كده اول ما تدرسوا الليبر هتعرفوا ان هي دايما بي بي اتش وثلاثة اس فاي كومبليكيشن للثيرد ستيج بنخاف منها. بي بي اتش بوست بارتم هيمرج انهي نوع هنا من البوست بارتم هيمرج اللي يحصل؟ الاتونيك ليه؟ لان اليوترس شايل شيله مش شيلته تعب ما بقاش قادر ينقبض وهو في اوبليك فايبرز هي اللي بتقفش على البلاد فيزلز هي عامله زي شبكه الاوبليك فايبرز دي يا جماعه يعني الاوبليك فايبرز دي زي شبكه كده وهي بتقفل على البلاد فيزل اللي جواها لما تنقبض وهي دي اكتر حاجه بتساعد في وقوف النزيف بعد الولاده تمام. تمام وثلاثة اس اول اسم سب انفليوشن ما هو مش بيحصل كونتراكشن كويس ما بيرجعش الحجم الطبيعي قبل الوداع كويس. بيربرال سيبسس بيحصل انفكشن ليه؟ لان في برولونجد ليبر او بريماتيور رابشر اوف ميمبرينز لما الحاجه تطول فرصه الانفكشن تزيد لما يحصل بروم فرصه الانفكشن يزيد درسناها. سبلانكينج شوك
احنا قلنا سادن دروب في الانترا يوتراين بريشر عشان حصل جش للامنيوتك فلويد كان مليان على الاخر وفجاه بوم خرج كل ده، يحصل سادن دروب اوف انترا يوتراين بريشر، بعدها سادن دروب ان انترا ابدومينال بريشر، يحصل ايه؟ يحصل نيجاتيف بريشر، يعمل ايه؟ بولينج، يسحب الدم، بولينج اوف بلاد ان سبلانكينج اريا، فتعمل ايه؟ تعمل فينتنج اتاك شوك، بس دي بتبقى سيلف ليميتد. الكتاب كاتب كده على الفيتوس A B C associated anomaly زي الانين كافل، B prematurity and its complications تكتبها طبعا. البريماتيوريتي ليه؟ لان احنا قلنا ان ممكن يحصل بريترم ليبر، ممكن يحصل بروم، وهكذا بقى يا جماعه. الكورد برولابس ليه بيحصل كورد برولابس؟ ما احنا قلنا بقى ان بيحصل جاش وبيحصل بروم، فيقوم الكورد مرزوع لقدام فيحس فيضغط عليه الواد، بيحصل له ديستريس اب تو فيتال ديس، وهتدرسوا الموضوع ده لسه. كلينيكال بيكتشر هتبص على بطنها تلاقيها كبيره اوفر سايز ابدومن، طب مين اللي يقول كبيره ولا مش كبيره؟ الفاندل ليفل ودي تلاقيها اكتر من البريد اوف امينوريا، ده معناها انه اوفر سايز على الميعاد بتاعها. تمام تمام. طيب حاجه تانية غير الفاندل ليفل، ابدومينال جيرث، مقاس الابدومن نقيسه من تحت الامبليكس داير ما يدور، المفروض عند الاسبوع ال40 نلاقيها 40 انش، طب لقيتها عند الاسبوع ال30 40 انش، ده معناها انها اوفر سايز. رقم 4 فيتال بلوتمنت، هتيجي تكشف عليه بعد ما انت لقيت ان بطنه كبيره فعلا، تكشف عليه تلاقي طفل عايم في بحر ميه، طفل عايم يعني انكريز فيتال بلوتمنت في بحر ميه يعني انكريز فلويد تريل. تمام يا جماعه تمام. وبعد كده الثلاث اتنينات، اتنين صعبين صعب ان انا احسه، difficult fetal parts are not easily palpated، صعب ان انا اسمعه، fetal heart sound is difficult to be auscultated. تمام يا جماعة. واتنين فوق وتحت، انا بتعامل مع المريض as a whole مش بتعامل مع بطنه، فببص فوق وتحت، positive upper abdominal pressure symptoms مش عارف ياخد نفسه، الست مش قادرة تتنفس، ما هو البطن مليان على اخرها فكابس على اللي فوق فمش قادر تاخد نفس، وبوزيتيف لوور لمب بريشر، الفينز اللي بتسحب الدم من اللوور لمب اتضغط عليها فاتقفلت مش عارفه تسحب الدم، فيحصل ايه؟ تورم الحته اللي قبلها اللي هي اللوور لمب، والفيريكوز فينز تحصل ليه؟ لان البريشر في الفينز اللي في اللوور لمب بيزيد، فتبقى دايليتد تورشوس وهي اولونجيتد وهي دي الفاريكوز فينز. واتنين كمان اكيوت وكرونيك، احنا قلنا رحمه ربنا ان الاسهل هو الاشهر، ايه الاسهل اكيوت ولا كرونيك؟ اكيد كده اي حد عاقل هيقول لك حاجه كرونيك تبقى يعني يمكن احتمالها بتقعد فتره طويله، يبقى دي كومن، يبقى دي الاسهل، يبقى هي الكومنر رحمه ربنا، الاكيوت هي الرير. وبعد كده عشان نفتكر اوجه المقارنه اي بي سي والبرزنتيشن اللي العيان بيجي بيها، ايه؟ اكيوميليشن اكيد في الكرونيك، اي حاجه كرونيك جراديوال وسلو، الاكيوت تبقى رابت. البريجننسي بيجي امتى؟ يوجوالي ليت في الكرونيك، بس الاكيوت بتبقى ايرلي لان رابد اكيوميشن. وبعد كده السي الكوز، الكرونيك حاجه عبيطه اي كوز يعمله، الاكيوت محتاج حاجه رخمه كونجينيتال انومالي يوجوالي از ذا كوز يوجوالي. تمام يا جماعه تمام. برزنتيشن العيان جاي لك في الاكيوت اكيوت ابدومينال بين، في الكرونيك بيبقى فيه كرونيك ابدومينال بين، بس يعني اكتر حاجه هتبقى بريزنتد انها جايه لك حاسه ان بطني كبيره قوي اوفر سايز ابدومين. انفستيجيشن يا جماعه مطلوب مني اكتشف المرض واعرف سببه وافرقه عن الامراض الثانيه. اكتشف المرض يعني اعمل ايه؟ الترا ساوند احنا شرحنا very important for diagnosis and classification، هكلاسيفاي اكوردنج تو ايه؟ ذا فيرتيكال بوكيت دايامتر، طول الفيرتيكال بوكيت يعني الفيرتيكال دايامتر بتاع الفيرتيكال دايامتر بتاع البوكيت قد ايه؟ 8 ل 11 مايل، 11 15 مودريت، اكتر من 15 سيفير. حفظنا انفستيجيشن اوف ذا كوز، نعرف السبب، كشفت المرض واعرف سببه. دايابيتس مثلا هنعمل بلاد شوجر للمذر، كونجنتال انوميليز اي اثنين قولهم، كونجنتال انوميليز بنعمل شويه ممكن يتكشف بالالترا ساوند او يتكشف بشويه ماركرز. تمام يا جماعه تمام. ديفرنشال دايجنوزز فرقوا عن الامراض الثانيه، كشفته كشفت سببه فرقوا عن الامراض الثانيه، بس تكون متلخبط ولا حاجه تمام، او يكون في حاجه كمان معاه. ديفرنشال دايجنوزز اوف اكيوت تايب، ايه البرزنتيشن؟ المريض بيبقى جاي لك ايه في الاكيوت تايب؟ باكيوت ابدومينال بين، فهو الديفرنشال دايجنوز بتاعه اكيوت ابدومين ويز بريجننسي. بينما بقى الكرونيك تايب بيبقى الديفرنشال دايجنوز بتاعه كوزز اوف اوفر سايز ذا ابدومين، لان الحاجه هناك بتبقى كروت بيبقى كرونيك، البين بيبقى معقول، فهو اللي بيخليها تلاحظ او يجيبها ان بطنها تحسها كبرت. تمام يا جماعه؟ ده اللي نقح عليها الوجع، يعني الناس بتستحمل شويه لان الوجع بيبقى مايل. تريتمنت قلنا يا جماعه ان الاكيوت
ده ما فيهوش هزار. الاكيوت immediate termination of pregnancy هنفتح فوق مش تحت عشان نتجنب الجش بس درو سيمس كاسيتر. كرونيك تايب هنعمل حاجه في البريجننسي، هنعمل حاجه في الليبر، هنعمل حاجه في البوربوري. ديورنج بريجننسي اكسبكتنت از ذا رول، هتعمل ايه يعني؟ هتعرف السبب وتسيطر عليه، هتخليها ترتاح في السرير عشان شايله شيله مش شيلتها، هتخليها تاخد فلويدز اقل عشان هي عندها البولي هيدرامينس والفلويدز كتير. طب لو كل ده فشل ترمينيشن اوف بريجننسي الانديكيشن بتاعته ايه؟ فشل الميديكال اكسبكتنت تريت. اثنين سيفير سيمتومز بريشر سيمتومز فروم ذا بيجينينج بتصوت عليك مش قادر، هتعمل كونزرفاتيف ازاي؟ ريحها هتموت منك. او لو انت لا اكتشفت اصلا كونجنتال انوميلي اوف ذا بيبي انكومباتيبل وذ لايف، خلص عليه بقى وخلصه، ترمينيت بقى، ترمينيت بقى ورايح الام ديورنج ليبر. دايما في الولاده العاديه بنفتح من تحت، هنا هنفتح من فوق بالدروسيمس كاسيتر. هنفتح فين؟ في الهايند ووتر يعني فوق في الحته اللي فوق يعني في الساك من فوق. ايه بقى ميست الدروسيمس كاسيتر يا جماعه؟ حاجتين فوق وحاجتين ان انا ما فتحتش تحت. ميست ان انا فتحت فوق حاجتين، ان انا يا جماعه حصل افويد للكومبليكيشن اللي هي بتاع السادن جاش، لان احنا قلنا لما نفتح البالونه من فوق تنقط بالراحه، لما نفتح من تحت تنقط جامد. الافويد اوف سادن جاش ده بيخلينا نتجنب ايه؟ اكسيدنتال هيموريج، بي كورد برولابس، اس او سي سبلانكينج شوك. احنا شرحنا السبلانكينج شوك وقلنا ان البرولابس بيحصل ان بيحصل جاش فالكورد يقوم مرزوقه لبره، اكسيدنتال هيموريج ان انت لما تقوم فاقد الانترتراي بريشر جامد ممكن يحصل سبريشن في البلاسينتا بيبقى الفرق الضغط كبير. ماشي يا جماعه ماشي. وعشان انا ما فتحتش تحت الانفكشن صعب يوصل، لسه محتاج يتسلق لحد ما يوصل لفوق لان الفتحه فوق، less incidence of infection. اتنين تحت، اتنين علشان انا ما فتحتش تحت بريزرفيشن في الباج اوف فور ووتر which help cervical dilatation، كيس ميه وعمال يضغط على السيرفيس فبيوسع. لكن الحقيقه بقى ان هي رقم اربعه باج اوف فور ووتر بتبرس على السيرفكس، بتعمل فيرجسون ريفلكس اللي هو اوله ستيمولس اللي هو البريشر على السيرفكس بالباج اوف فور ووتر، واخره ريسبونس اللي هو انيشيشن اوف يوتراين كونتراكشن، فده بيساعد على الولاده والطلق وبيساعد ان يحصل كونتراكشن اند ريتراكشن فيحصل سيرفايكال دايليتيش شرحناه. وفي البربوريان بقى ما بعد الولاده لازم تاخد مالك بالبوست بارتم هيمورج عشان بيحصل انيرشيا واللازي منه والاتونيك بوست بارتم. تمام تمام، تعمل له مساج بقى، تدي له ادويه تساعد الكونتراكشن، تقفل الفيزنز ايا كان بقى، وتافويد الانفكشن لانه ممكن يبقى حصل له بروم او ممكن يبقى اتاخر برولونج، ففي الحالتين اكثر عرضه للانفكشن. الحاله اللي بتولد في 20 ساعه اكيد اكثر عرضه للانفكشن من الحاله اللي بتولد في 10 ساعات مثلا يعني. وكذلك برضو لو الحاله حصل لها بروم رابشر بيفور اتس تايم، احنا درسناها ان هي مور لايبل فور انفكشن زان ان هو يرابشر في ميعاده. بس كده يا جماعه خلصنا الدرس والحمد لله، التوفيق يا جماعه. صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ معاكم اخوكم عمر الجوهري. باذن الله يا جماعه هنشرح النهارده اخر درس لينا، وهو درس سهل جدا وصغير اسمه اوليجو هيدرامينوس. بصوا يا جماعه، احنا قلنا قبل كده خدنا البولي هيدرامينوس وخدنا الكوري امينايتس وخدنا البروم، وده اخر درس لينا ان شاء الله. الاوليجو هيدرامينوس يعني الامنيوتك فلويد بقى قليل، يعني خلل في الامنيوتك فلويد وقل. طبعا نبتدي بالديفينيشن. احنا واخدين قبل كده يا جماعه قلنا هو الديفينيشن بتاعه، قلناه مع البولي هيدرامينوس وقلنا ان هو تلات ارقام، وخدنا الارقام بتاعته يا جماعه في الاماونت لو تفتكروا. يعني كنا بنقول ان النورمال امنيوتك فلويد من نص ل 2 لتر، فلو اقل من نص لتر اكيد هيبقى اوليجو. كنا بنقول ان الفيرتيكال بوكيت دايامتر بيبقى من 2 ل 8، لو اكتر من 8 يبقى بولي، لو اقل من 2 يبقى ايه؟ يبقى اوليجو. لان غالبا لو لقيت بوكيت 2 سنتي هيبقى بقيه البوكيتس قليلين زيه، فالمجموع الامنيوتك فلويد اندكس اللي هو السم اوف ذا فيرتيكال دايامتر اوف ذا فور بوكيتس ان ذا فور كوادرانتس هيبقى اقل من 5 سنتي. تمام يا جماعه؟ فالديفينيشن كده نقوله تاني بسرعه، يبقى امنيوتك فلويد بريزنس اوف امنيوتك فلويد ليس ذان نص لتر 500 كيوبيك سنتيمتر، او الفيرتيكال بوكيت دايامتر اقل من 2 سنتي. لو لقيت الدايامتر في بوكيت من الاربعه اقل من 2 سنتي يبقى ده خلاص كده اوليجو، او الامنيوتك فلويد اندكس اقل من كام؟ 5 سنتي. تمام؟
تمام. بعد كده يا جماعة الكوزز هنسرقها من البولي هيدرامينوس كده بالحب كده، هنقولها في ايجاز كده. اول حاجة لو فاكرين الرسمة دي رسمة البولي هيدرامينوس اللي احنا كنا مذاكرين عليها الكوزز والسورس وكده، فتعالوا بس نستخدمها ايه علشان نعرف نجيب الكوزز بسهولة كده من غير ما نحفظ تاني. اول حاجة الفيتس يبقى congenital anomalies of the fetus. طيب اسهل حاجة ايه؟ فيتال رينال اجينيسيس، يعني هو مش كان بيطلع يورين، خلاص ما بقاش يطلع يورين. تمام، ما تفكرش بقى في السي ان اس والمش عارف ايه والايه والايه، لا خلاص هي حاجه واحده كفايه. تمام. بعد كده كنا بنقول الكورد، هنا مش هنقول حاجه عن الكورد. بعد كده في البلاسينتا، هناك كنا بنقول لارج بلاسينتا، هنا هنقول سمول بلاسينتا. طبيعي البلاسينتا لما تصغر هتدي امنيوتك فلويد اقل. طيب كنا بنقول برضو هناك كده غير لارج بلاسينتا، كنا بنقول برضو ان يحصل بلاسينتا الايديما، تبقى البلاسينتا نفس الحجم الطبيعي بس عشان الايديما تبقى مور فانكشنينج وتطلع تعمل ديفيوجن زياده وتطلع امنيوتك فلويد زياده. هنا هيحصل بقى العكس، البلاسينتا نورمال سايز بس هيحصل بلاسينتا انسفشنسي، يعني الدم اللي واصل للبلاسينتا قليل، يعني البلاسينتا مش هتعمل ديفيوجن كتير، هتعمل اقل من الطبيعي مع ان حجمها طبيعي. تمام، ايه اللي ممكن يعمل انسفشنسي؟ يعني لو الام عندها اثيروسكليروزز والكلام من ده. تمام يا جماعه، تمام. بعد البلاسينتا كنا بنقول الامنيوتيك ميمبرينز، فهتلاقيه كاتب لك ديجنريشن اوف ذا امنيوتيك ميمبرين ابيثيليوم، ما الخلايا الابيثيليوم دي كانت بتعمل اكتف سكريشن للامنيوتيك فلويد، لو حصل لها ديجنريشن لاي سبب إن كان بقى مش مشكلتك، هيقل طبعا الامنيوتيك فلويد فيحصل اوليجا هيدرامس. وهتلاقيه كاتب لك ايديوباثيك، حتى لو تفتكروا ان ايديوباثيك ده كنت انا قلت لكم ان الموست كومن كوز في البولي هيدرامينوس، بس الكتاب ما كانش كاتبها. تمام. هنا بقى الموست كومن كوز بروم، الغريب بقى ان الكتاب اصلا مش كاتب لك في الكوزز بروم اللي هو البريماتيور رابشر اوف ميمبرينز. تمام يا جماعه، طبعا دي مكتوبه في كتاب دكتور المندوب، فاعرفوها كده للام سي كيو احتياطي. نرجع نقول تاني بقى الكوزز بسرعه، الكوزز السكيم بتاعها ايه او تفتكرها ازاي، ان هي عكس البولي هيدرامينوس، وافتكر صوره البولي هيدرامينوس تعرف تقول اول حاجه الفيتس كونجنيتال فيتس انومالي او مال فورميشن. زي ايه؟ اسهل حاجه الفيتال يورين اللي هو فيتال رينال اجينيس، ما عندوش كيدني مش هيطلع يورين، فخلاص كده مش هيبقى ده سورس ان السورس بتاعت الامنيوتيك فلويد، فهيقل فيحصل اوليجو. بعد كده الكورد ملوش حاجه مكتوبه. بعد كده البلاسينتا يا اما تبقى صغيره يا اما يا سمول بلاسينتا يا اما تبقى نورمال سايز بس نون فانكشنينج ليس فانكشنينج، يعني بلاسينتال انسفشنسي. بعد كده الامنيوتيك ميمبرين يحصل له ديجنريشن في الابيثيليال سيلز بتاعته اللي هي بتفرز اللي بتعمل اكتف سكريشن للامنيوتيك فلويد فيحصل اوريجا هيدرامينوس، واخيرا ايديوباثيك. تمام يا جماعه، وما تنسوش الموست كومن كوز از بريماتيور رابشر اوف ميمبرينز، مش مكتوبه عندك بس اعرفها. بعد كده بقى يا جماعه الكومبليكيشنز، الكومبليكيشنز لو عايز تفتكرها افتكر انها سلسه، الدرس كله سهل والكومبليكيشن سلسه سهله يعني. تمام، الكومبليكيشنز كلها هتتفهم، فانت بس لما تفتكر كلمه سلسه كده وانت فاهم هتعرف تقولهم على طول. اول حاجه السي كونجينيتال مالفورميشنز، انا جمعتهم في كلمه اس تي سي، اس تي سي دي شبكه السعوديه كده اللي هي زي مثلا فودافون كده، اس تي سي دي اشهر شبكه في السعوديه، شبكه اتصالات وكده. المهم يعني ليه هيحصل ايه الكونجينيتال مالفورميشنز اللي هتحصل؟ شايفين الطفل وهو عنده اوليجو هيدرامينوس بيبقى ملفوف حوالين نفسه، مضغوط جدا. يعني احنا قبل كده في البولي هيدرامينوس كنا بنقول ان الطفل ايه يا جماعه؟ كان عايم في بحر ميه، هنا مفيش ميه اصلا، فالطفل هيلف حوالين نفسه جامد قوي وهيبقى الدنيا مزنقه خالص وكده، تمام؟ واليوترس هيبقى ضاغط عليه جامد، فهيحصل ايه؟ هيحصل فايبروزز، وهيحصل سباين فايبروزز، يعني الفرتبري بتاعته وظهره مش بيتحرك فيحصل فايبروزز من قله الحركه وكده. هيحصل حاجه اسمها التاليبس كوينو فيروس، الضغط لما يبقى الواد ملفلف كده زي ما انت شايف في الصوره كده هيضغط على اللمبس بتاعته، هتلاقيه حتى كاتب لك بعد التاليبس كوينو فيروس انكريسد كيرفيتشر اوف اللمبس. ما انا لو مطبق الواد زي الصوره كده منطقي ان هو بالضغط عليه وعظمه لين هيتطبق، فالكيرفيتشر في اللمب ده هيزيد. تمام، بيحصل له حاجه برده اسمها التاليبس كوينو فيروس، عشان الكيرفيتشر برده في اللمبس وكده في اللور لمب زادت. التاليبس كوينو فيروس دي انتوا خدتوها في الاطفال او هتاخدوها، معرفش انتوا خدتوا اطفال ولا لسه، بس هي دي هي اللي في الصوره دي، يعني ان رجله بتبقى متقوسه بالشكل ده كده من عند الانكل يعني. المهم يا جماعه بعد كده في حرف ال سلسه بقى، حرف ال اللنج هايبوبليزيا، احنا شرحنا قبل كده ان في البروم ان لما بيحصل برولونج اوليجا هيدرامينوس يعني الميه زي قلت كتير لوقت طويل
الرئه بتاعت الطفل مش عارفه ايه تكسباند وتكولابس، مش عارفه تاخد الاكسبانشن والكولابس بتاعها النورمال، فده ما بيخليهاش تنفرد وتنكمش جامد، فده بيخليها تبقى هايبوبلاستيك، مش ما بتكبرش كويس. تمام يا جماعه؟ تمام، شرحناها قبل كده. وديورنج ليبر بقى الاس والاي سلسه بقى، ديورنج ليبر اوقات وقت الولاده، احنا قلنا ان السيرفايكال ان السيرفكس بيحصل له دايليتيشن بسبب الايه؟ بسبب الباج اوف فور ووتر لو تفتكروا كده، وبسبب الضغط اللي ضغط عليه، يعني الجنين ضاغط والكيس الامنيوتيك فلويد والباج اوف فور ووتر ضغطه. طبعا انا حاولت اديك هنت قبل كده عن الباج اوف فور ووتر وايه اللي بيحصل وازاي السيرفايكال دايليتيشن بيحصل، وانت طبعا لو درست نورمال ليبر الكلام ده هيبقى يعني لعب عيال بالنسبه لك، تحت هتبقى مستغرب وانا عمال اشرح ليه. فسلو سيرفايكال دايليتيشن، طبعا انت الميه قلت فالضغط هيقل، انت اي حاجه عايز توسعها بتضغط عليها، طب السيرفكس انت هنا في اوليجو هيدروميوس الميه قليل فالضغط هيبقى اقل، فيحصل سلو في السيرفايكال دايليتيشن. ودي كومبليكيشن طبعا، محدش يقول لي وفيها ايه يعني ما تفتح براحتها، لا كل حاجه ليها تايم، والولاده دي تبقى بتعمل يعني مجهود على الطفل وديستريس، فكل حاجه بيبقى ليها معاد يا جماعه. تمام تمام، لا ينفع تبدر قوي وتبقى الولاده سريعه تبقى اسمها بريسيبيتد ليبر، ولا ينفع تبقى بطيئه ارستد او برولونج. تمام تمام. والاخر حاجه في سلسه الاي، حرف الاي فيتال اسفيكسيا. اسفيكسيا ليه هيحصل اسفيكسيا؟ شايفين الطفل هيضغط لما ما يبقاش فيه، احنا كنا بنقول في البولي هيدرامينوس الطفل عايم في بحر ميه، بس هنا الطفل بقى مفيش ميه فهيضغط بجسمه على، هيعمل دايركت كومبريشن على البلاسينتا، والبلاسينتا دي هي اللي جايبه له دم وجايبه له فيه اكسجين، فيحصل اسفيكسيا. منطقي جدا. وحاجه بقى اعرفها دلوقتي عشان هنحتاجها في اخر كلمه في الدرس في التريتمنت، ان لما بيحصل اسفيكسيا يا جماعه بتعمل هايبوكسيا، والهايبوكسيا دي بتعمل ايه؟ بتعمل ريلاكسيشن في السفنكترز بتاعته في الانال سفنكتر وكده، فالطفل بيطلع الميكونيوم، بيباص ميكونيوم وهو لسه ما طلعش، لما بيباص ميكونيوم بيعمل له اسبيريشن، وبيعمل له اسبيريشن نمونيا اسمها ميكونيوم اسبيريشن سندروم، والموضوع ده مشكله جدا وفعلا بتموت، بتموت بجد. تمام يا جماعه؟ انا حضرت في مره في العمليات ولقيت حاله فعلا ميكونيوم اسبيريشن سندروم وماتت، يعني نائب الاطفال الله يسامحه كان جه متاخر، بس يعني يلا كان نصيبه بقى. المهم فالموضوع خطر جدا. تمام. وبرده كانت بتاثر برده ليها ميكانيزم تاني، انتوا ممكن تبقوا خدت الميكونيوم اسبيريشن سندروم او هتاخدوها، هو انتوا هتاخدوها في حته في المنهج بس انا الصراحه مش متذكر فين بالظبط، بس هي بتعمل الهايبوكسيا، بتعمل ريلاكسيشن في السفنكترز، وبرده بتاثر على السنترز تقريبا بتاثر على سنتر في البرين وكده، فهو بيبقى مسؤول عن الديفيكيشن وبيبقى عامل يعني زي ما تقول كونتراكشن كده في السفنكترز بيخليها تريلاكس لما السنتر ده يحصل له اريتيشن وكده. فنقول الكومبليكيشنز تاني بسرعه نعيدها، سلسه، افتكر انها سلسه واحنا فاهمين كل كلمه فيها. اول حاجه سي كونجينيتال مال فورميشنز بحروف اس تي سي، هو الواد مضغوط عليه، افتكر الصوره الواد مضغوط عليه، فهيحصل ايه؟ سباين فايبروزز، الفقرات مش بتتحرك، اي حاجه مش بتتحرك يا جماعه، حتى في الجبس يا جماعه، الواحد لما بيفك الجبس بيلاقي نفسه متخشب، ويعني انا لما اتجبست قبل كده مره كانت رجلي بعد ما فكيت الجبس مع انه كان 20 يوم ما كانش حتى في كسر ولا حاجه، بس لقيت رجلي مخشبه كده، فبعد الجبس وكده يا جماعه بتلاقي ان من قله الحركه يعني اي حاجه قله حركتها بيحصل فيها فايبروزز، فهو الطفل ظهره ممكن يحصل في السباينز بتاعته فايبروزز. وتالي بس كوينو فيروس بسبب الضغط ان هو يعني لافف على نفسه، حتى كاتب لك انكريز كيرفيتشر اوف لمبس. تمام يا جماعه؟ تمام. اس تي سي. وبعد كده ثالثه ال فور لانج هايبوبليزيا، شرحنا ان هي مش عارفه تكولابس وتكسباند. تمام تمام، قلناها 100 مره قبل كده. ديورنج ليبر الثالثه بقى اس و اي سلو سيرفايكال دايليتيشن، لان الباج اوف فور ووتر بقت صغيره والميه قليله فالضغط قل وكده يعني منطقي. الفيتال اسفيكسيا عشان بيعمل دايركت كومبريشن على الايه؟ على البلاسينتا اللي هي اصلا بتجيب له الدم وفيه الاكسجين عشان ما فيش ميه يسبح فيها وكده. تمام يا جماعه؟ ندخل بعد كده بقى على الكلينيكال بيكتشر عكس البولي هيدرامينوس، يعني انت لو ذاكرت البولي هيدرامينوس يعني تجيب الكلينيكال بيكتشرز بسهوله جدا بتاعت الاوليجو، فيا ريت يا جماعه بس تمشوا بترتيب الريكوردات. اول حاجه يا جماعه كنا بنقول هناك لو تفتكروا لارج سايز ابدومن، هنا هتبقى سمول سايز ابدومن، وكنت انت لما تقول لي لارج سايز ابدومن كنت اقول لك ازاي ليه قلت عليها لارج بمزاجك، وهنا برضو ليه قلت عليها سمول بمزاجك، لا مش بمزاجي، عندي تو بارامترز استخدمتهم قبل كده وهستخدمهم دلوقتي. كان الفاندل ليفل هنا كان اكتر من البيريود اوف امينوريا، هنا اقل من البيريود اوف امينوريا.
هناك كان في increased abdominal girth اللي هو ال circumference يعني او يعني المقاس بتاع الابدومين لما كنا بنقيسه لو تفتكروا ها بلو ايه بلو الايدج بتاعت الامبليكس تمام داير ما يدور لو تفتكروا حتى 40 40 40 انش عند الاسبوع ال 40 تمام هنا هيبقى decreased abdominal girth تمام. بعد كده كنا بنقول اتنينات restrict the fetal development هناك كان في increased the fetal development كنا بنقول عايم في بحر ميه عايم هنا لا restricted تمام يا جماعة. والفلويد ثريل هيبقى هناك كان زيادة هنا هيبقى أقل. مش عايزين تكتبوها ما تكتبوهاش الفلويد ثريل دي صراحة مش مكتوبة في الكتاب بس يعني أنا حاططها لأجل إنك ما تتلخبطش يعني وتنسى حاجة بس يعني الصراحة أنا مش محبذ إنك تكتب فلويد ثريل بس عايز تكتبها اكتبها عادي مش هتضر. بعد كده يا جماعة كنا بنقول اتنينات اللي هو إيه الفيتال بارتس كانت هناك hard to bulb to be bulbable ليه لان الطفل عايم كل ما تحاول تمسكه هيسرح منك هنا لا easy bulbable وهناك الفيتال هارت ساوند كان فيه ميه كتير فكانت عامله isolation هنا مفيش ميه كتير فمفيش isolation ففيتال هارت ساوند is easily heard بس كده يا جماعه تمام. نقف لحد هنا في الكلينيكال بيكتشر فنقول الكلينيكال بيكتشر تاني عكس البولي هيدرامنس. طيب البولي هيدرامنس كان فيه لارج سايز ابدومين هنا سمول سايز ابدومين كان هناك التو باراميترز الفاندال ليفل هناك كان اكتر من البيريود اوف امينوريا هنا اقل من البيريود اوف امينوريا هناك الابدومينال جيرث كان انكريزد هنا ديكريزد هناك كان فيه انكريزد فيتال بالوتمنت هنا ريستريكتد فيتال بالوتمنت هناك كان فيه انكريزد فلويد ثريل هنا فيه ديكريزد فلويد ثريل هناك كان اتنينات الفيتال بارتس كانت ايزي كانت هارد تو بي بالبابل هارد تو هير ذا فيتال هارت ساوند هنا ايزلي بالبابل ايزي تو بي هيرد الفيتال هارت ساوند تمام يا جماعه تمام. انفستيجيشنز الانفستيجيشن نفس البولي هيدرامينوس بالعكس يعني هنكتب بس الكلام اللي جواها هنقلبه كنا بنقول هناك بنعمل دياجنوزس بالايه بالالترا ساوند فتلاقيه اللي بيقول لك الترا ساوند از ذا رول اهم حاجه في الدياجنوزس تمام يا جماعه تمام. واكتب له بقى كلمتين يعني هو كتب في الكتاب نقطه بعد الرول كده يعني خلاص كده الترا ساوند از ذا رول اكتب له بقى انت الامنيوت فلويد اندكس از ليس ذان 5 سنتيمتر فيرتيكال بوكيت دايمتر اقل من 2 سنتيمتر بس هنا يا جماعه ما تسيبهاش فاضيه تمام. وكنا بنقول نعرف ان دايجنوز ان في بولي او اوليجو وبعدها بنقوم عارفين الكود انفستيجيشن اوف ذا كوز الكود بتاع الاوليجو هيدرامينوس هنا هنحاول ندور عليه لاي انفستيجيشن هو كاتبها كلمه كده وخلاص يعني مثلا لو في كونجنيتال مالفورميشن لينا اجينيسيس ممكن نعرفها بالالترا ساوند تمام يا جماعه تمام. وبعد كده كنا هناك برضو كاتبين ونفرقوا عن الحاجات الثانيه differential diagnosis of small sized abdomen دي انت هتدرسوها تقريبا في الاي يو جي ار وكده الانتراتيرين جروس ريستريكشن تمام يا جماعه تمام. فنرجع تاني انفستيجيشن عكس البولي هيدرامينوس نفس الثلاثه اليمنت الترا ساوند از ذا رول تمام تمام. في الامنيوتيك فلويد اندكس اقل من 5 سم فيرتيكال بوكيت دايمتر اقل من 2 سم وبعد كده بنعرف السبب investigation of the cause of oligohydramnios example مثلا ultrasound for congenital anomaly as renal agenesis تمام تمام. ونفرقه من الحاجات التانية differential diagnosis بتاعه differential diagnosis of small sized abdomen تمام يا جماعة. التريتمنت بقى يا جماعة تفهموا بالفهم على حسب الحالة اهم حاجة عندي الطفل حالته وضعه ازاي هل الحالة مستقرة ولا مش مستقرة فهتلاقيه بيقول لك during pregnancy طول ما الست حامل والله احنا هنبقى فيه متابعة بشكل مستمر careful fetal monitoring هنتابع الفيتس بشكل مستمر خوفا من انه يدخل في distress لان لو الفيتس دخل في distress لو انت ملحقتوش هيموت منطقي تمام يا جماعة. ف careful fetal monitoring وهنحاول نعمل لها good hydration يعني لو عندها جفاف ولا حاجة ما هو نعالجه لو مش بتاخد فلويدز كتير وكده نديها ليه علشان بس احتياطي يمكن تبقى سبب من الاسباب الاوليجو تمام. ف careful fetal monitoring هو يعني الطفل بيدخل في ديستريس ليه احنا قلناها في الكومبليكيشن ان هو بيعمل دايركت كومبريشن على الايه على البلاسنتا ودي هتموته تمام يا جماعه. فوقت الولاده وقت البريجننسي بنقعد نعمل له ايه كيرفول مونيتورنج ونعمل له جود هايدريشن على البيعه يعني. في وقت الولاده بقى ديورنج ليبر لازم تعرف كده وهتلاقيه كاتب لك كده ات از هاي ريسك ليبر طبعا هاي ريسك ليه هاي ريسك لانه عامل ديستريس بسبب الكومبريشن ومفيش اصلا فلويد اللي هو الامنيوتيك فلويد وده كان بيساعد في الولاده وبيسرعها احنا قايلين بقى ان هو في سيرفايكال دايليتيشن وكده تمام. هتلاقي كاتب لك اتس هاي ريسك ليبر منطقي اند فيتال مونيتورنج از ا ماست ليه لو الولد ستريسد الحقه بسرعه بسيزيريان باي نيله اتصرف طلعه تمام.
وانا قلت لكم والله حاله فعلا بتدخل في ميكونيال اسبيريشن سندروم وبتموت، ماتت والله قدامي. فهتلاقيه بقى كاتب لك اف ذا فيتال مونيتورنج، هتلاقيه كاتب لك يعني في حالات كده وباسهم لو الفيتال مونيتورنج طلع في ديستريس يبقى لازم تنجز، اخلص طلع الواد بسرعه. ديستريس ده الدقيقه هتفرق، يعني الدقيقه اللي انت هتطلع فيها الواد اسرع هتفرق. لو كان السيرفكس بتاع الفيميل فولي دايليتد، دايليتد للاخر متفول 10 سنتي، طلع الواد بفورسبس بسرعه، يوز فورسبس. لو مش فولي دايليتد لسه 8 سنتي 7 سنتي، طلعه على طول بالسيزيريان، ما تتاخرش، الحق الواد. طيب لو كان الفيتال مونيتورنج كويس والطفل ما فيش اي مشكله، عنده اوليجو اه بس عادي يعني مش سيفير قوي مثلا، او الطفل كويس وكده، هنقلله فاجينال ديليفري عادي طبعا مع كونتينوس مونيتورنج يعني. تمام تمام. في بقى ناس بتعمل حاجه اسمها امنيو فيوجن او امنيو ترانسفيوجن. تمام يا جماعه، ده عباره عن ايه؟ الامنيو انفيوجن. الامنيو انفيوجن ده عباره عن ايه؟ او امنيو فيوجن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان هو بيجيب وورم سلاين وبيعمل له الترا ساوند جايدد انجكشن انتو ذا امنيوتيك ساك. تمام يا جماعه، يعني بيقوم واخد كده شويه وورم سلاين دافي كده وبيدخل عن طريق السيرفايكال كانال بجايدد طبعا بالترا ساوند عشان يبقى شايف هو داخل فين وكده، وبيحقن جوه الامنيوتيك ساك كده الورم سلاين ده، يعني كان مشابه للامنيوتيك فلويد يعني اللي هو ايه، بيحاول يعني يستعوض عنه شويه لاهميته طبعا وقت الولاده. طيب ايه بقى اهميه الامنيو فيوجن ده، او الناس لقيت له فايدته ايه؟ حاجات يعني افتكرها بكلمه دي في دي، دي في دي. تمام، اول حاجه ديكريز ميكونيوم. فاكرين لما انا شرحت في الكومبليكيشن وقلت لك ميكونيوم اسبيريشن سندروم وهيموت، الهايبوكسيا لما بيحصل فيتال ديستريس ديو تو هايبوكسيا، بيحصل له هايبوكسيا وبيحصل له عشان بيضغط على البلاسنتا بيعمل دايركت بريشر على الكومبريشن على البلاسنتا، وقلنا ان هو ده بيسبب هايبوكسيا، والهايبوكسيا دي بتخلي السفنكترز بتاعت الانال سفنكترز بتبقى لوز وتريلاكس وتطلع الميكونيوم، والولد بعد كده يحصل له انسبيريشن للميكونيوم ويحصل له ميكونيوم اسبيريشن سندروم وبيموت. طيب ما انت لما تحط برده شويه سلاين وكده هيعمل ديليوشن، مش هيديكريز الميكونيوم، هيعمل ديليوشن للميكونيوم. تمام، هتلاقيه حتى في كتاب الدكتور المندوب كاتب ديليوت الميكونيوم اسبيريشن سندروم، الماس اختصارها ام اي اس ماس. طيب دي الدي، الفي الاو ايزي فاجينال ديليفري. ما احنا قلنا بقى ان الباج اوف فور ووتر لما بتبقى موجوده بتساعد في السيرفايكال دايليتيشن، فالولاده بتمشي بسلاسه، وبرده لما يبقى فيه فلويد وكده بيحصل حاجه اسمها كيفاليك فيرجن. الولد هنا يا جماعه لما ما بيبقاش فيه ميه كفايه ان الولد يتحرك فيها، الولد ممكن ياخد مال بريزنتيشن ومال بوزيشن وما يعرفش يظبطه. يعني انتوا هتاخدوا بعد كده في الليبر ان الولد بيبقى مش راسه بصوا يا جماعه، راسه ما بتبقاش لتحت. المفروض اغلب الولادات ويعني واكترها صحه وكده اللي بيبقى راس الولد تحت، كيفاليكالي بريزنتد، كيفاليك بريزنتيشن، كيفاليك ده يعني براسه. تمام يا جماعه. طيب الطفل يعني انتوا هتاخدوا برضو انه بيفضل لفتره كبيره قوي في الاول لحد قبل الولاده باسبوع او اسبوعين ثلاثه حاجه زي كده، بيبقى مش واخد الكفاليك برزنتيشن وبياخدها في الاخر، بيتحرك في الاخر كده وبياخدها. تمام، طبعا اللي بيسمح له يتحرك ان في امنيوتك فلويد. طب هنا في اوليجو هيدرامينوس يا جماعه، يبقى الحركه بتاعته قليله، فهنا هتلاقي لما يعني الواد مش واخد البوزيشن بتاعه بسبب قله الميه وكده، مش عارف ياخد البرزنتيشن الكويس بتاعه اللي يولد بيه بسلاسه وسهوله. فلما انت تحط له شويه سلاين وكده كانه امنيوتك فلويد، ممكن يحصل كيفاليك فيرجن، يعني الواد يتحرك ويبقى كيفاليكلي بريزنتد، يبقى كويس، يعني حصل له فيرجن يعني من الوضع المال برزنتيشن للكيفاليك برزنتيشن. تمام، فده برده بيساعد بيقلو ايزي فاجينال ديليفري، ده غير ان هو بيوسع السيرفكس طبعا لما يبقى فيه امنيوتيك فلويد كتير وكده. تمام، وبعد كده اخر حاجه دي في دي، الدي ديكريز الفيتال ديستريس. افتكروا ديستريس الدي. تمام، ديكريز فيتال ديستريس. ليه بقى بيديكريز الفيتال ديستريس؟ طيب ما انا قلت لك ان هو الديستريس ده حصل ليه؟ ديو تو دايركت كومبريشن اون بلاسنتا، عشان ما فيش ميه، الولد ضاغط عليها جامد، فهو لما تحط شويه سلاين هيبقى الولد الضغط بتاعه على البلاسنتا هيقل، فالدم يوصل له اكتر فيروح الديستريس يقل. تمام يا جماعه، تمام. تريتمنت، نقول تاني التريتمنت، اول ما تيجي تفتكر تريتمنت بتاع الاولجا هيدرامينس قول لنفسك على حسب الحاله،
during pregnancy اهم حاجه عندي فيتال كيرفول فيتال مونيتورنج. لو الواد دخل في ديستريس لازم اترمينيت بسرعه، لازم اتصرف واطلعه الحقه قبل ما يموت. وجود هايدريشن كده من باب اللي هو ايه، اللي هو يعني نساعد الواد شويه كده. تمام تمام. during labor بقى يا جماعه هتلاقيه كاتب لك it is high risk labor عشان بيحصل ديستريس and fetal monitoring is a must. ليه؟ عشان بيحصل ديستريس عشان الحقه. فبيقول لك بقى الفيتال مونيتورنج لو لقيت في ديس فيتال ديستريس، لو السيرفكس كان دايليتد فولي دايليتد طلعه على طول بفورسبس. طب لو مش فولي دايليتد مش هستنى عليه يدايليت، يبقى الطفل مات، طلعه بسيزيريان على طول. طيب لو كان جود، لو الفيتال مش ديستريسد ولا حاجه والدنيا كميله، قال لها جود قال لها فاجينال ديليفري عادي، خليه يولد طبيعي عادي فاجينال. وبقى بعد كده هتلاقيه كاتب لك نوت بوك كده ان دي سم تراي امنيو فيوجن او امنيو انفيوجن during labor by saline injection via cervical canal ultrasound guided. يعني اللي هو بيقوم عامل فيوجن او يعني بيحقن شويه warm saline، هيحقنه في الامنيوتيك ساك كده يا جماعه عن طريق السيرفكس، عن طريق الفاجينا وبعدها للسيرفكس، وبعدها ده كل ده بيبقى ultrasound guided. تمام يا جماعه. بعد كده برضو يا جماعه بقى فايدته انه دي في دي ديكريز الميكونيوم، بيديليوت الميكونيوم وبيقلعوا ايزي فاجينال ديليفري وديكريز الفيتال ديستريس. قلنا ان ديكريز الميكونيوم عشان الولد بيحصل له هايبوكسيا وديستريس، فبيريليز الميكونيوم، فده بيعمل له ديليوشن شويه ويحمي من الميكونيوم اسبيريشن سندروم. فاجينال ديليفري عشان بيحصل كيفاليك فيرجن، الولد لو ما كانش واخد البرزنتيشن الكيفاليك بتاعه الطبيعي الكويس ممكن لما تدي له شويه فلويد يتحرك وياخده، وبرده الباج اوف فور ووتر هتتكون وتضغط على السيرفكس فيحدث دايليتيشن فالولاده ما تتاخرش. وديكريز فيتال ديستريس قلنا بقى، قلنا ان هو الولد بيعمل دايركت كومبريشن، فلما يبقى فيه شويه ميه مش هيعمل الدايركت كومبريشن ده. بس كده يا جماعه احنا خلصنا. هنقول بس نرجع الدرس بسرعه كده، الاولجا هيدرامس الديفينيشن قلنا ان هو الثلاث حاجات سي بي 4 اللي هو لو اقل من 500، لو اقل من 2 سم الفيرتيكال دايامتر فيرتيكال بوكيت دايامتر، والامنيوتيك فلويد اندكس اقل من 5 سم. بعد كده الكوزز قلنا هنعكس البولي هيدرامينس، قلنا حاجه في الفيتوس اللي هو كونجنتال انوميلي كونجنتال مالفورميشن يعني كونجنتال رينال اجينيسيس، الكورد مش هنقول عليه حاجه، البلاسينتا يا صغيره يا اما انسفشنسي مش شغاله كويس، الامنيوتيك ميمبرين بيحصل له يا جماعه ايه ديجنريشن في الابيثيليال سيلز فتقل السكريشن، وقلنا بعد كده اخر حاجه ايديوباثيك، وقلنا ان اشهر سبب ايه الموست كومن كوز البروم بس الكتاب مش كاتبها. بعد كده كومبليكيشنز يا جماعه قلنا ان هي مفهومه وسلسه، لما تفتكر كلمه سلسه هتعرف تقول سي كونجنيتال مالفورميشنز، قلنا انها بحروف اس تي سي سباين فايبروزس وتاليبس كوينوفيروس وكيرفيتشر انكريز كيرفيتشر اوف اللمز. وبعد كده يا جماعه ال فور لانج هايبوبليزيا شرحناه، الاس والاي في الليبر بيحصل سلوسيف فايكال دايليتيشن عشان الميه قليله في الباك اوف فور ووتر صغيره فمش هتضغط كويس، وبيحصل فيتال اسفيكسيا ديو تو دايركت كومبريشن على البلاسينتا عشان مفيش ميه تفصل ما بين الولد والبلاسينتا، والبلاسينتا هي اللي جايبه له الغذاء والدم والهواء. الكلينيكال بيكتشر قلنا عكس البولي هيدرامينوس، فبدل لارج يبقى سمول سايز ابدومين، فيتال ليفل فاندل ليفل اقل من البيريد اوف امينوريا، والابدومينال جيرث ديكريزد، الفيتال بالوتمنت ريستريكتد، الفلويد سريل قليل، الفيتال بارت سهل ان انا الاقيها، الفيتال هارت ساوند سهل ان انا اسمع، كل ده عكس البولي هيدرامينس. انفستيجيشنز نفس الانفستيجيشن بتاعت البولي هيدرامينس بس الكلام اللي جواها مختلف، الالترا ساوند از ذا رول، اهم انفستيجيشن ايه؟ الالترا ساوند، ممكن تبقى ام سي كيو على فكره. ومش معروف يعني يا جماعه مفيش ما حلتكش غيره يشخص لك يعني. وبعد كده يا جماعه الامنيوتيك فلويد اندكس اكتب انه اقل من 5 سم، الفيرتيكال بوكيت دايمتر اقل من 2 سم. انفستيجيشنز اوف ذا كوز اوف اوليجوهيدرامس بيني وبينك زي ايه مثلا؟ في كونجنيتال رينال اجينيسيس تعمل له الترا ساوند مش هتلاقي الكيد مثلا. ديفرنشال دايجنوسيس اوف سمول سايز ابدم، ما هو البطن صغيره في الـ في الـ في الاوليجوهيدرامس، فتاخد ديفرنشال استبعد بقى الحاجات الثانيه، استبعد بقى الحاجات الثانيه اللي هي بتعمل برضه سمول سايز ابدمن زي الاي يو جي ار وكده. تمام تمام هتاخدها وبكتبها بقى ساعتها يا جماعه لو جات لك في الامتحان وكده، يبقى هاتها بقى من درسها واكتبها هنا يعني ما تستخسرش في الامتحان. تريتمنت يا جماعه قلنا بالفهم حسب الحاله، اهم حاجه دايما كيرفول فيتال مونيتورنج عشان ده هاي ريسك، ففي البريجننسي هنعمل كيرفول مونيتورنج ونعمل له ايه جود هايدريشن على البيعه. كتاب مش كاتبها بس هو كتبها دكتور المندوب، بس يعني مش اللي في بالك يعني، مش لما تشرب ميه الامنيوتيك فلويد هيتحسن وكده لا خالص. ده هو هيساعد بس شويه. During labor يا جماعة ده high risk labor تمام، والفيتال monitoring is a must لأن ممكن يحصل له ديستريس ويموت مني، فلازم ألحقه أول ما يحصل له ديستريس أخش بسرعة ألحقه.
فالفيتال مونيتورنج لو كان في ديستريس يا جماعه والسيرفكس فولي دايليتد هنطلعه بفورسبس انجز، طلعه على طول بفورسبس. طب لو مش فولي دايليتد سيزيريان سكشن، مش هستنى بقى على ما السيرفكس يفتح في ساعه ساعتين ولا حاجه، يبقى الواد مات. طيب لو كان الفيتال مونيتورنج جود والواد ما عندوش ديستريس او كده، يبقى هنقلعه فاجينال دليفري عادي يا جماعه. معلش يا جماعه سوري، هنقلعه فاجينال دليفري عادي، هنقلعه الفاجينال دليفري عادي. مفيش اي مشكله، ما هو الطفل ما عندوش مشاكل. وبعد كده هتلاقيه كاتب لك ان بي سام تراي امني فيوجن، يعني بيحقنه ورم سلاين تمام، الترا ساوند جايدد عن طريق السيرفايكال كانال، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل دي في دي، يديكريز ديليوت او ديكريز ميكونيوم، عشان الميكونيوم احنا شرحنا انه طلع، فاحنا بنعمل له ديليوشن عشان نتجنب الميكونيوم اسبيريشن سيندروم. وقلاو ايزي فاجينال دليفري، في فاجينال دليفري، عشان هو بيعمل كيفاليك فيرجن وبرده بيعمل باج اوف فور ووتر، ودي بتضغط على السيرفكس وبتعمل سيرفايكال دايليتيشن بشكل افضل، فالولاده تمشي بسلاسه اكتر. تمام تمام. وبعد كده دي ديكريز الديستريس، فيتال ديستريس، الدي فور ديستريس، ديكريز فيتال ديستريس. لما الفيتال ديستريس يقل يا جماعه عشان الدايركت كومبريشن على البلاسينتا، هو لما يبقى فيه ميه مش هيحصل دايركت كومبريشن على البلاسينتا. بس كده خلصنا يا جماعة، ويا رب تبقوا استفدتوا ودرس لذيذ عليكم إن شاء الله.